السلام عليكم، صباح الخير، كيف أموركم إن شاء الله؟ على المتحمسين إن شاء الله. طيب، أول شيء أحب أعرفكم على نفسي، أنا الدكتورة سمية الأدماوي، استشارني مو سلوك الطفل، مستشفى الملك عبد الله الجامعي. حابة حابين في أول 10 دقائق نسألكم عن المحاضرة السابقة اللي هو في الأسبوع الأول، هل فيكم أحد طبق الاستراتيجيات ويدينا كده أي خبرة؟ استراتيجية اللعب مثلا مع الأطفال. ها تفضلي. أنا حقول إنه صار في وعي أكثر. بديت ألاحظ نفسي أحياناً. بديت ألاحظ نفسي أحياناً لا شعورياً وبكل براءة إني أنا أصحح مثلاً في اللعب أو شيء. فيعني المحاضرة صراحة خلتني مور فوكس أكثر. ممتاز. فهذه تجربة بسيطة. ممتاز جميل. أي تجربة أخرى؟ تفضلي. بعد المحاضرة حرصت أنه أحفزه كثير. أنا كنت أحفزه بالصراحة بشكل متباعد، ما أركز على الأشياء الكويسة اللي سويها يوميا. فصرت دائما أحفزه وأقول له أنا فخورة فيك، هذه المرة سويتها أفضل من كل مرة، وكنت صراحة ألومه كثير لأنه يغلط. فخففت جدا اللوم، صرت أغض النظر كثير عن التصرفات. ممتاز، مش مهم أنه يتقنها، المهم أنه يجرب التجربة. ممتاز. أي تجربة أخرى؟ ما حضرت، مو مشكلة. طيب خلاص، إحنا ممكن نبدأ. أوكي، طيب شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. مرة ثانية أشكر لكم حضوركم اليوم، يوم سبت في الويكند، والمفروض أننا نكون نايمين مثلا أو جالسين جلسة مع عيالنا ننبسط ونفطر، ولكنكم تركتم كل ذلك وجيتم من أجل أنفسكم ومن أجل أبنائكم، وهذا الدرس أو هذه الجلسات منكم وإليكم. كذلك نرحب باللي أول مرة يجوا، لأنه أتوقع أنه في بعض الأسر أو الوالدين ما أسعفهم الوقت أنهم يجوا، ظروفا مختلفة الجلسة الأولى، فحضروا من اليوم من الجلسة الثانية. فلذلك إن شاء الله حيكون في شوية تعليمات بسيطة في آخر الجلسة، يعني نحتاج أننا نوجه الجميع لها. طيب، أبعيد نفس السؤال اللي بدأت به الدكتورة سمية، هل في أحد عنده أي سؤال من المحاضرة الماضية؟ غير اللي جاوبه طبعاً، من الجلسة الماضية. طيب، أي تعليق؟ بدون أسئلة. أنتوا أوكي، لا تسألوا، علقوا بس، يعني انطباعات عن الجلسة بشكل عام، زي ما ذكرت الأخت، زيادة وعي أو انتباه لشيء ما كنا منتبهين له مسبقا إلى آخره. تفضلي. السلام عليكم، أنا إسراء القريني، أخصائي تدخل مبكر. عندي تعليق على اللعب مع الأطفال. طبعا أنا قبل ما أكون أخصائية تدخل مبكر أنا أم لطفلين، أطفالي كلهم تحت 5 سنوات، فعندي بس نصيحة واحدة للعب. طبعا هذا الشيء جربته بالعيادة وجربته مع أولادي، دائما لما نلعب لا تلعب كأنك شخص كبير. الأطفال نهائيا ما يحبون الشخص الكبير لما يلعب. ليش؟ لأنه الكبار إحنا ما إحنا ممتعين، ما إحنا فن، بينما الأطفال لما يلعبون مع بعض تسمعون ضحكهم أعلى، صراخهم أكثر، يحبون يلعبون مع بعض مدة أطول، لأنه دائما الصغار أعمارهم قريبة من بعض. فإحنا عشان نكون قريبين لهم لازم ننزل لمستواهم في اللعب، لازم نكون شوية سخيفين، شوية نقلل من مستوى إدراكنا للأشياء ونوصل إلى مستواهم هم، عشان نطول وقت اللعب، عشان اللعب يكون ممتع أكثر، عشان أطفالنا يجون يطلبون مننا نلعب معاهم مرة ومرتين وثلاث، وما نكتفي بس بأننا كبار وقاعدين نلعب معاهم. بدل ما نسأل أسئلة كثيرة وقت اللعب ممكن إحنا نعلق تعليقات تكون ممتعة ومضحكة بالنسبة لهم أثناء اللعب. بس أوكي، شكرا لك.
طبعا الاخصائيه اسراء ما حضرت معنا الجلسه الماضيه وذكرت لكم انها اعتذرت لظرف ما. لكنها اعطت حاجه كويسه من تجربه شخصيه. وهذه التجربة ممتازة جدا لأنها جسدت نفس الكلام تقريبا أو بعضه اللي كنا نحن نقوله الأسبوع الماضي. وخليني أزيد شوية على كلامها. طيب أنا أجي من هنا. إننا لو مثلا فتحنا يوتيوب وبدأنا نشوف كيف بعض الآباء يلعبوا مع أبنائهم، بعض الآباء عندهم تجارب حلوة فيصوروا نفسهم وينزلوها، ينزلوا التصوير في يوتيوب وعشان الناس تستفيد، وخصوصا الآباء الغربيين ما أعرف ليش بصراحة، يعني هم يمكن سبقونا في يوتيوب، يعني كان عندهم يوتيوب قبلنا، كان عندهم انترنت قبلنا، كان عندهم أشياء كثير قبلنا، فبعدين تقدموا علينا في هذا الأمر، قد يكون أحد الأسباب. وكذلك في آباء يعني من العالم العربي أو من الشرق كذلك لهم تجارب بيصوروها ويحطوها. الآن الدنيا اختلفت بشكل كبير عما كانت خلينا نقول قبل 5 أو 10 سنوات. قد تجد الوالد أو الوالدة لما يلعبوا مع الطفل أول شيء يجلسوا على الأرض، قد تجد الأب مسدوح بالكامل في الأرض يعني ممدد وقاعد يلعب. هذا النزول لمستوى الطفل حتى لما هو يجلس مثلا لأنه جسمه كبير فجسم الطفل صغير قد يخلق بعض الطبقية إذا صح التعبير، فيمد نفسه في الأرض عشان يبي يحسس الطفل إنه أنا وإنت واحد. ونحن قلنا بدون قيود، المكان الوحيد اللي تلغى فيه جميع القيود جميع القوانين جميع الاعتبارات إني أنا أب وبر الوالدين ولازم تسمع كلامي وما إلى ذلك، في هذا المكان بس هنا في النص الساعة هذه اللي نسويها. فمهم جدا انك تعرف انك انت على مستوى طفلك لما تلعب معها، متى ما شعر الطفل انه في طبقية او قاعد يتعامل مع مستوى اعلى، تعال شوف الاب والام، انواع الهموم، انواع المشاكل، فواتير، فلوس، رواتب نزلت ما نزلت، ضغوطات. طب هذا الطفل ما له صلاح بهذا الامر كله يعني، فليش أنا قاعد أفرض عليه حاجة هو ما له صلاح بيها ولا تعني له شيء أصلا؟ طيب فنحن كده نتخلى عن أنفسنا، شيل شخصيتك كده حطها على جنب وتخيل نفسك وانت طفل عمرك 4 أو 5 سنوات أو 6 سنوات حسب عمر طفلك، بعدين روح ألعب معه، أرمي كل الهموم وراك وألعب معه وانت بنفسية الطفل. طيب اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا لا يقل أهمية عن اللعب، وكذلك هو عبارة عن سلسلة، كل الدروس يعني واحد ورا الثاني ورا الثالث مرتبطة ببعض. طيب فالقواعد العامة اللي أخذناها في البداية مرتبطة باللعب بشكل مباشر، وحتجدوا أنه درس اليوم كمان مرتبط بشكل مباشر باللعب وبالقواعد العامة، والجلسة الجاية نفس الأمر. طيب فنبدأ اليوم نتكلم عن الاهتمام والمدح والتشجيع، الاهتمام والمدح والتشجيع. انت بتلعب مع طفلك اذا انت مهتم فيه ببساطه، وعشان تلعب معه لازم تمدحه ولازم تشجعه. انتهت الجلسه، نشوفكم على خير. طيب هذا بس يعني فاصل، لكن موضوع مهم جدا صح، عشان طفلي يحس انه قاعد يلعب معايا بدون قيود لازم انا اعطيه كلمات تشعر بهذا الامر. اللي قاعد يصير بيننا انه كثير من الاباء يهملون مدح ابنائهم ويهملون الثناء على ابنائهم ومكافاتهم على تصرفاتهم الحسنه. ليش قاعد يصير على الاهمال؟ هناك عده اسباب، كل اب وام له سببه الشخصي، ونحن يعني مع مرور الوقت حندخل في بعض الأمر. يعني حيكون اليوم الجلسة حتكون فيها روح تفاعلية أكبر، فأرجو أنكم كده تجهزوا أفكاركم عشان تدخلوا معنا في الدرس في الجلسة. من الأسباب أنه يعتقد كثير من الآباء أن الأبناء يجب أن يحسنوا التصرف كده لحالهم بدون أي تدخل من الكبار. أنت ليش ما تعرف؟
وهل هذا الشيء صحيح؟ نشوف. وهذا الشيء اللي يخليهم ما يمدحوهم لما يسووا أعمال حسنة، هو المفروض إنه يسوي كذا، أصلا هذا واجبه يعني، فأنا أمدحه على شيء هو واجب عليه؟ ما أدري. لكن هذا الأمر يؤدي إلى دفع الطفل لأفعال غير جيدة. إذا أنا أسوي أشياء كويسة ما تمدحني، ما تعلق علي، أنا راح أسوي أشياء تجبرك إنك تعلق علي. قاعدة جذب الانتباه اللي أخذناها في البداية. طيب، المدح والثناء مهم جدا أثناء تعلم الطفل مهارات جديدة، ويساهم في تكوين الطفل صورة إيجابية عن نفسه، ويزيد الحماسة، ويزيد الحماسة للعمل اللي قاعد يسويه، لأنه قاعد يخلق طاقة إيجابية، وحتى المهمات الصعبة كمان يخليه يتغلب عليها بسهولة. المدح والثناء والاهتمام والتشجيع مكافآت لا تستهلك وقتا ولا تنتهي مثل المكافآت المادية. كثير من الآباء يهتم بالمكافآت المادية، إذا نجح ولدي جبت له دراجة، أجيب له جوال، أجيب له آيباد، أجيب له لعبة، ندخل مكاننا ألعاب، ينقي اللي يبغاه بلا قيود. طيب أمدحه، كيف يعني أمدحه؟ ما يعرف. طبعا الآباء والأمهات أقصد، وليس الآباء فقط، ما يعرف، ما قد شاف هذا الأمر من قبل يعني، ما هو ما عمره أحد مدحه. هو كان لما ينجح يجيبوا له دراجة، فلما جاء ولده ونجح جاب له دراجة، بالنسبة له هذه قمة العطاء أو الامتنان. لكن لما تمدحه بس مجرد كلمات، الكلمات هذه ما تستهلك وقت ولا فلوس، ولا يبالك تنزل في زحمة الرياض وتروح تويز آر أس ولا الحسين أو غيرهم عشان تشتري له ألعاب تكلفك مبالغ، ما تستهلك أي شيء، كل كلمة كلمتين وانتهى الأمر. وهذه الكلمتين لها أثر، ويبقى الأثر أعلى من المكافآت المادية، الأثر حقها أعلى من المكافآت المادية. وهذا لا يعني أن المكافآت المادية ما لها أثر، لها أثر، لكن الكلام لأنه 24 ساعة متوفر، فكلمة على كلمة على كلمة على كلمة نحصل على أثر أعلى. طيب، مثال: أعجبني جدا ما فعلته اليوم، عملك رائع ممتاز، أحسنت بمساعدتك أخيك، شكرا لك إنك وضعت الملابس في سلة المهملات، جمعت الألعاب في صندوق الألعاب، مجرد كلمات. طيب، فنحن حنتكلم اليوم عن هذه النقاط: هل المدح يفسد الطفل؟ هل يجب أن يعرف الأطفال كيف يتصرفون؟ هل المديح تلاعب وخداع؟ هل يجب أن أجعل المديح للإنجازات والأشياء الكبيرة فقط؟ هل يجب أن يتغير سلوك طفلي قبل أن يحصل على المديح؟ واحدة بواحدة. ماذا لو رفض طفلي عبارات المدح والتشجيع؟ ولماذا يصعب على بعض الآباء تقديم المدح والتشجيع لأبنائهم؟ هناك نعم، بعض الآباء الموضوع صعب بالنسبة لهم. ما الفرق بين المدح والتشجيع؟ كذلك نأخذ بعض الخطوات اللي تساعدنا في أننا نجعل المدح والتشجيع أكثر فعالية. طيب، نبدأ بالنقطة الأولى: هل تمدح طفلك؟ سؤال موجه لكم، نعم أم لا؟ نعم. نعم، ما شاء الله، خلاص ما نبطل. كويس. طيب، هل تعتقد أن المدح يفسد الطفل؟ لا. لا، أحيانا المدح يفسد الطفل. إذا كان مدح لذاته يفسد الطفل، أو مبالغ فيه، أو في كان صوت جاي من هنا فيه تكلم، المدح لا يفسد الطفل. عجبني أنا الآن نشوف هل يفسد الطفل، هل إذا كان لذاته يفسد الطفل، هل إذا كان مبالغ فيه يفسد الطفل، أو ما يفسد الطفل نهائياً أياً كان. يعني سؤال يستدعي التفكير. طيب، نشوف الآن ماذا سيخبرنا الجواب: لا، والعكس هو الصحيح، أن المدح لا يفسد الطفل في العادة. في العادة المدح لا يفسد الطفل. الأطفال الذين لا يحصلون على المدح من الكبار، وخصوصاً الآباء والأمهات، يعملون أشياء من أجل الحصول عليه. قاعدة جذب الانتباه، قاعدة جذب الانتباه.
فإذا أنت ما تمدح طفلك على الأشياء اللي هو قاعد يسويها، حتى لو كانت أشياء بسيطة، حتى لو كانت أشياء بسيطة، طيب أمدحه عليها، وريه أنك أنت شفتها، أنت قاعد تشوفه بيساعد أخوه الصغير أو شال ورقة البسكوت مثلا، بعد ما فتح البسكوت شالها ورماها في الزبالة. لازم توريه أنك أنت قاعد تشوف هذا الأمر، أنت فعلا بتشوفه صح؟ طيب الأطفال الذين يحصلون على الكثير من المدح والإطراء من الوالدين يكتسبون الثقة بالنفس، وقد يتمكنون من مدح الآخرين، فلذلك له تأثير إيجابي على أنفسهم وعلى الناس اللي حولهم. صحيح؟ تتفقوا ولا ولا ما تتفقوا مع هذه النقطة؟ تتفقوا؟ ما في أحد يعارض. طيب القاعدة تقول كما تعطي ستأخذ وكما تزرع تحصد. إذا أنت أعطيت لطفلك المدح على الأشياء الجيدة حتأخذ منه أشياء جيدة، إذا أنت زرعت فيه الثقة حتأخذ طفل واثق من نفسه. صحيح؟ طيب إذا ما مدحته، إذا أهملته، إذا تركته حيصير العكس. قاعدة واضحة، من جد وجد، ومن زرع حصد، من زرع حصد. زي ما تزرع في الأرض وتحصد بعد التعب والجهد والكد طوال سنة أو موسم كامل، نفس الأمر ينطبق على ابنك. هذا ابنك أعتبره أرض خصبة وأنت تزرع فيه، فإذا زرعت فيه الشيء الجيد يطلع جيد، إذا زرعت فيه الشيء السيء يطلع سيء. طيب الطفل الذي يمتدح الآخرين سيمتدحونه، إذا راح المدرسة مثلا أو راح مكان جمع عائلية وقاعد يمدح دا ويمدح دا ويمدح دا. الأطفال أصلا أتوقع يعني إنهم بيشوفوا شيء ما عمرهم شافوه، فطفل اللي قاعد يلعب معاهم زيهم قاعد يقول لهم آه ممتاز، هذه حركتك حلوة، أوه كده يعطيهم طاقة كده، وبعدين بعد فترة إيش يحفزهم، بعدين هم كمان يتعلموا منه يمدحوا. فأنت الآن قاعد تسوي فعل إيجابي متعدي، يعني أثره متعدي حتى على الآخرين، والطفل يتعلم هذا الأمر كده يعني تلقائيا لما يكون في ثقافة في البيت، ثقافة مدح. شكرا لك، واحد سوى عمل جيد أطلب من أخوانه أنهم يصفقوا له. لما نشجعه على الشيء اللي قاعد يسويه بأنه نحن ترى قاعدين نشوفك، أنت موجود، أنت لك وجود، أنت لك ثقة، أنت لك كيان، هذا حيعكس أيضا على حينعكس على تعامله مع أصحابه أو أقاربه أو في المدرسة. طيب هل يجب أن يتصرف الأطفال، أن يعرف الأطفال كيف يتصرفون؟ خلاص هي كبيرة المفروض أنها تعرف. الجواب لا، نحن دائما نعلق على أبنائنا زي كذا تعليقات، صح؟ أنت ما تعرف شيء، أنت ما تفهم، ما تسوي شيء كويس، ما تعرف ترتب، ما تعرف تشيل، ما تعرف تحط، ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف ما تعرف، إلين خلاص الطفل يتبرمج إنه ما يعرف. أنا ما أعرف، أنت كل يوم تقول لي أنا ما أعرف. طب متى أعرف؟ متى أعرف؟ المفروض إنه يصير الشكل، أول شيء أنا لازم كأب أغير مفهومي هذا إنه هو لازم يعرف. لا، لو كان يعرف كان سوى، لو يعرف سوى، طالما إنه ما سوى معناها ما يعرف أو ما يقدر، طالما إنه ما سوى يعني إما ما يعرف أو ما يقدر، في حاجة قاعد تمنعه إنه يسوي هذا الأمر. طيب هو لازم يعرف لوحده، مو لازم أمدحه على كل شيء. توقعك بأن الطفل يجب أن يعرف كل شيء ويفعل كل شيء بدون تقديم مدح وإطراء توقع غير منطقي بصراحة، توقع غير منطقي، ونحن نقدر نقيس هذا الأمر علينا نحن ككبار وجربنا قبل شوي. طيب أهم طريقة لجعل الطفل يندمج في سلوك معين أو يغير من سلوك آخر بتعزيز هذا السلوك أو يغير من سلوك آخر هو تعزيز هذا السلوك، فنحن نعزز السلوك الإيجابي لدى الطفل اللي هو قاعد يسويه، أو نشوف السلوك العكسي نعززه عليه. طيب يعني هو قاعد يسوي عمل إيجابي نعزز له العمل الإيجابي، طب قاعد يسوي عمل سلبي نروح نشوف العمل المعاكس لهذا العمل السلبي ونعزز له العمل المعاكس، فبالتالي هذا العمل السلبي راح إيش يخمد وهذا العمل الإيجابي راح يزيد. واضحة؟
واضحة؟ وهذا كيف يصير؟ ببساطة نقدر نسويه بالمدح والتشجيع، نشجع على هذا العمل يستمر فيه، ونشجع على العمل يترك هذاك ويمسك في هذا، لأنك أنت قاعد تشجع هنا بينما هناك ما في تشجيع، في تجاهل، في أي شيء آخر، في عقاب مثلا، فبالتالي راح يترك. طيب، وإذا لاحظ الطفل أن سلوكه يجذب انتباه الوالدين فحتما سيتكرر هذا السلوك، وليس بالضرورة من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من عاشر مرة ولا من المرة المئة. المطلوب أني أنا أستمر، أنا حخلي هذا الأمر عادة بالنسبة لي، وحتما سوف يتغير سلوك الطفل يوما ما. طيب، وإذا تجاهلناه فراح يتركه خلاص. لذلك أي سلوك إيجابي سيختفي تماما إذا تم تجاهله. ابنتك اللي هادئة، طيب، إذا كانت هي بتبذل مجهود في هذا الهدوء لأنها تعرف أنك أنت تحبي الهدوء، ولكن ما وجدت ردة فعل منك، ما وجدت كلمة شكرا، ما وجدت كلمة تشجعها، راح تقول أنا قاعد أبذل مجهود على الفاضي، إذن راح أسوي العكس. لما يجي العكس تجي تقولي لها أجلسي أهدئي كذا، أوه الآن أنا اللي حصلت الانتباه اللي أبغى أحصل عليه. صحيح؟ طبعا هذه ابنة يعني كبيرة 13 سنة، بينما الطفل أبو 10 سنوات، أبو 5 سنوات و7 سنوات ما بيفكر فيها بهذا العمق، لكن هي تصدر بهذا الشكل. طيب، هل المديح تلاعب وخداع؟ أليس من الخداع مدح الطفل من أجل الحصول على سلوك معين؟ هل أنا غشاش لما نمدح طفلي؟ لأنه سوى الفعل، يعني لازم أستناه يسوي فعل عشان أمدحه. في أحد تاني قال لا؟ ها؟ أنا يعني أتخوف أن كثرة المديح تعطيه أنه قاعد يسوي كل الأشياء الصحيحة وما عاد يسوي أي سلوك كويس، أو مثلا أقول له أنت ذكي ذكي ذكي، ما عاد يبذل مجهود ويشوف أنه ذكي فعلا، لكن ما يكون بهذا الذكاء، أخاف أني أعزز الصفة. أيوة، أوكي، أخاف إني أقول له ذكي 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 وبعدين هو يغتر ويحسب نفسه ذكي وخلاص يبدأ يبطل يشتغل. هذه فكرتك؟ طيب، في أحد ثاني يتكلم؟ أيوة، أنا عكسها، أنا عندي طفل عنده صعوبات تعلم. أيوة، كان في مدرسة حكومية وكانوا أنت كسلان كسلان يعني ولا يهتمون فيه، بديت مدرسة خاصة وبدأوا يشجعونه، حتى الآن يجيني يقول أنا ذكي وأنا شاطر، حتى هو يعني يجيبني في الإملة مو كويس، بس رجعت لثقته في النفس. نعم، وبدأ يذاكر ويحاول وبالعكس. الآن تقول أنا عكسها تماماً. أنا ذكي 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 حتى لو أنا أدائي مو كويس بس عندي ثقة بنفسي. أنا ذكي. تفضل. يعني إعطاء قاعدة عامة على كل طفل ممكن نتكلم من ناحية العموم صحيح، لأن إعطاء قاعدة عامة على كل، زي ما تكلمنا في الدور الماضي على أن كل طفل له شخصية. نعم، فممكن هذا ينجح مع هذا ما ينجح معها، لكن بالنسبة للمدح هو الأصل أنه مرغب للنفس فطرة، لكن إذا كان في عمل مرة كويس يكون المدح مع التفاعل تعبير الوجه وغيره يكون أقوى وأكثر. فإذا كان مثلا ما في شيء يمدح عليه يكفي فقط أنك أنت ولدي، يكفي أنك موجود في حياتي، يكفي هنا يشعر بنوع من أنواع الانتماء. يعني جميل. هو لابد أن يكون سلوك يومي. طيب، سلوك حياة. حلو، يعني طيب أنت لما تقول له يكفي أنك أنت ولدي أنت غشيته؟ هو على حسب، لا هو يعلم انك تمدحه بشيء هو فيه. نعم، يعني بمعنى الحين مثلا كل يوم والله يحب مثلا 1+1=2، كل يوم 1+2، انت كونك عندك هذه المعلومه ترى مره شيء حلو، ترى هو بالنسبه له هو يعتبر نفسه الحين سيد الكون. صحيح، لكن احنا بالنسبه لنا مقارنه لنا احنا نعتبر نوع من انواع السذاجه، لكن بالنسبه له لا، هو يحتاج زي الوجبات اليوميه. هذه السذاجه تجعل منك غشاش؟ تجعل منك مخادع؟ مين اللي قال لا؟ اي تفضل، ايش تعليقك؟ ما اتوقع انك تجعل منك مخادع، انك تعزز فيه صفات كويسه، ليس صغار، نتكلم عن الكبار. اي نعم، عن الكبار. انا اذا فادتني ان الولد اني عززت فيه صفه كويسه ما تعتبر غش. ما تعتبر غش. تفضلي. مثلا عندما تطفل برسمه، هو اصلا رسمه من غير نفس وشخبطه. اي فيبالغ الشخص الاب او ولي الامر في المديح، الطفل اصلا عارف من الرسمه انه بسيطه، فانت ليش تبالغ؟ فعندما يصف فقط العمل ايه
ويكون ما زلنا مديح وما زلنا تشجيع لكن بدون مبالغة بحيث ان الطفل يقول انا عارف انه هو كذاب. صحيح، لانه هو عارف قدراته في الرسمة مثلا انها مبالغة انها بسيطة. نعم، فليش الثناء او المديح الزائد؟ طيب اذا انت بالغت في المديح وانت عارف انه الرسمة هذه هو رسمها مشخمطة، هو قاعد يشخمط بس مو قاعد يرسم اصلا، فانت جيت سويت زحمة واو هذه رسمة حلوة وكذا، انا قاعد اشخمط يعني كطفل ايش الحلو فيها؟ انا ما ادري، شكلك بالغت شويه يعني. على حسب العمر يعني. على حسب العمر. اه يعني بدانا ندخل مداخل اخرى الان. من 7 وفوق خلاص يبدا نوع من انواع الادراك عنده، لكن اللي قبل لا. انا ايضا اتكلم على الطفوله. اقل من 5، بعض الاطفال اقل من 5 اقل من 7 برضو عندهم هذا النوع من التمييز، صح؟ طيب فروقات شخصيه. عفوا بس حتى الاطفال اللي اعمارهم اقل من 5 انا ممكن امتدح العمل لكن اعطي اقتراح اثناء مدحي. انا مره عجبتني رسمتك بس ايش رايك المره الجايه نسوي كذا 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 او نجرب كذا 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 كذا. اقيد من خيالي، اصف عمله، اصف الالوان اللي استخدمها، اصف العمل بدون ما ابالغ وادخل في الكذب. يعني هو اصلا يصير يعني عنده انطباع فكره عن رسمتي شخابيط وهي حطتني فنان. طيب اوكي جيد جيد جيد. طيب خلاص انا هذا النقاش جميل جدا، خلينا نشوف الشرائح ايش تقول. انا مبسوط بصراحه، لازم اشيد بهذا النقاش الرائع، انا مبسوط. أعبر عن مشاعري. ها طيب، الخداع هو عمل شيء سري للحصول على امر معين. هذا الخداع صح؟ اذا انا لما امدحه امامه هو شايف اني انا قاعد امدحه على هذا الشيء اللي قاعد اسويه، هذا ما هو خداع. طيب ولا هو غش. الغش ايش؟ اني اكتب في ورقه وادخل بها الاختبار اسوي برشام. او اني اظهر خلاف الحقيقه، هذا هو الغش. طيب انا ماني مضطر اني اسوي هذا كله اصلا، انا امدح على الامر اللي موجود امامي حتى لو كان شخمطه. الغرض هو من المديح هو تحفيز الطفل على السلوك الايجابي، وهو عارف انه سوى سلوك ايجابي فانا احفزه على السلوك الايجابي اللي هو سواه. كونه اخذ الورقه والمرسمه وجلس عشان يرسم حتى لو شخابيط، هذا عمل ايجابي. طيب فانا قاعد اقول له انه عملك هذا عمل ايجابي ومرغوب فيه ومطلوب انك تسويه دائما، عشان كده انا قاعد اعزز لك هذا العمل. طيب وهذا مهم جدا للحصول على افضل ما لدى الطفل حتى لو كانت الرسمه شخاميط. لسه ما وصلنا الى فنانين ومستوى عالي والوان وغيره، انا ما بتكلم في هذا الامر، انا اتكلم عن عمله انه اخذ ورقه وقلم وجلس وقاعد يرسم. انا تركيزي على هذه النقطه اكثر من غيرها، ما انا ما التفت على نتيجه الرسمه، يعني الرسمه حلوه وما هي حلوه، هذه النتيجه. انا اتكلم عن العمل نفسه، ما اتكلم عن النتيجه. طيب ربما تشعر بأنك مخادع عند مدح طفلك للمرة الأولى، نعم قد يجيك هذا الشعور وهذا اللي تكلمت عنه أنتوا قبل شوية، يعني أنت ما أنت شايف شيء تمدح عليه لكنك بتدور، تصير زي المحقق اللي يدور على النقطة الإيجابية عشان يقول هذه أنا بمدحه عليها، عمل كله سلبي فرضا بس في نقطة إيجابية أنك أنت ولدي. نقطة إيجابية، فهذا يعزز، انا ادور عليها عشان اعزز عنده هذا الامر. طيب ان كان كذلك دكتور نمتدح الاعمال الروتينيه اليوميه، يعني احنا كل يوم نصحى من النوم لما يفرش اسنانه ليه ما امدح لما يفرش اسنانه؟ هذه كاعمال روتينيه. كاعمال روتينيه اوكي، انا ولدي ما يسوي شيء يستاهل اني امدح عليه، ليش ما امدح الاعمال الروتينيه؟ هو ما هو مجبور انه يسويها بس سواها فانا امدحه عليها فيستمر على عملها. ترى حتى الاعمال الروتينيه، حتى الأعمال الروتينية تعتبر أعمال إيجابية. اللي عنده طفل ما يفرش أسنانه يعرف قيمة هذا، بينما إذا طفلك قاعد يفرش أسنانه كل يوم يقول خلاص أوكي ما في مشكلة. لا، مو المسألة إنه هو الحال وكذا يعني يتعلمها. إذا أنت ما عززت هذا الأمر ستعرف يوما ما إذا فقد هذا، إذا ترك هذا العمل، أنت ليش وقفت تفرش أسنانك؟ هنا بدأت تصير مشكلة. طيب نحن كان ممكن نتفاداها أصلا من قبل ما تقع، صحيح؟ والأولاد إذا عندك ولدين واحد يفرش أسنانه واحد ما يفرش أسنانه، حتعرف الفرق حتما اللي أنا قاعد أتكلم عنه. طيب
ولكن أنا هدفي الآن إنه أحسسك إنك أنت ما في مشكلة، صير مخادع في الأيام الأولى ما في مشكلة. هذا الشعور إذا جاك هذا شعور حقيقي، لازم تعرف إنه هذا شعور حقيقي، ولما تعرف إنه هذا شعور حقيقي تعرف إنك لازم تستمر مع ذلك، لأنه استمرارك حيساعد إنه المسألة حتصير سلسة عليك، فبالتالي حتقع عيونك بعد ذلك بسهولة على الأشياء الإيجابية، وحتعرف تمدحها حتى تقدر تستخرجها من وسط السلوك السلبي. طيب، هدفنا من هذه الشريحة إنه الموضوع يصير سلس وبسيط على الجميع، كأب كأم عندي أطفال مربي لابد إني أعرف أمدح طفلي. طيب، هل يجب أن أجعل المديح للإنجازات والأعمال الكبيرة فقط؟ لا. في إجابة أخرى؟ ما في أحد يقول إيه؟ يعني كلكم متفقين معها؟ لا، على كل شيء، حتى على تفريش أسنانه. طب عمل روتيني يعني فرش أسنانه، إيش المشكلة؟ إيش فيه؟ على الشيء اللي أبغى أعززه عنده. غيرت كلامها برضكم معها؟ حتى لو بعزز الأشياء الصغيرة. في رأي مخالف، رأي آخر؟ أيوة. أيوة. لفترة معينة حتى يعني لا يجي يعني يوم الأيام يقول خلاص طفشت أنا كل يوم، أنا هذا خلاص صار سلوك يومي عندي أنا أصلاً يعني. لكن ومع العمر يبدأ يتظهر أشياء جديدة وتدخل في حياته. نعم. يصير فيه روتين جديد. ممتاز. مثلاً حتى لو واحد كبر الآن وقام مثلاً يمدحه على يعني تنظيف أسنانه ولا غيره يعني خلاص. خلاص هذا انتهينا منه. شفنا شيء جديد يعني. يا سلام. فأنا أمدح السلوك اللي أبغى أعززه، متى ما صار التعزيز خلاص انتهينا وصلنا. يعني استمرارية في العمل أو إلغاء أو إخماد سلوك سيء، متى ما وصلت وتأكدت أنه طفلي الآن خلاص مستمر في هذا الأمر أتجه إلى حاجة أخرى عشان لا أقع في الموقف هذا. احنا هذا دكتور نسميه مينتين البيهيفير. أيوة. فإحنا دائما لما نجي نعلم الطفل سلوك سواء جديد نحط لنا خطة نسميها مينتين للبيهيفير، المحافظة على أنه هذا السلوك يستمر. فممكن أنا أكون في بداية الخطة لما يكون السلوك كل مرة يسويه راح أمدح عليه، لكن مثلا بعدها بكم يوم أخليها كل مرتين يسويها بعدين أمدحها، بعدين كل خمس مرات أمدحها، فقط للتأكد أن السلوك هذا يستمر مع الطفل. بعدها نقدر لما نشوف السلوك وصل إلى مرحلة الماسترد أو نتحقق بشكل كامل نبدأ نوقف. هنا نقول خلاص نلتفت إلى سلوك آخر، ولما نوقف ننتقل إلى سلوك آخر. طيب، استمتع بالعملية التربوية، لما تفهمها بهذا الشكل حتصير متعة بالنسبة لك، حتى لو كان طفلك عنده كثير من الأفعال السلبية لا تشيل هم. صح الموضوع يعني يضايق، لكن استهداف كل سلوك على حدة يخليك تنظر للموضوع بشكل مختلف. فهنا نقول المشكلة في ذلك أنه لا يمكن الوصول إلى التمام دون خطوات بدائية بسيطة. يعني أنا لما نستنى إلين ما ولدي يعدي سادس ابتدائي عشان أجيب له هدية ولا عشان أمدحه، طيب أولى هو ما راح يوصل سادس ابتدائي قبل ما يوصل أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، صح؟ بعدين ينجح في سادس. طب هذه الفترة كلها أتركه يعني أستنى إلين يسوي عمل كبير أتخرج من الابتدائي بعدين أمدحه؟ مستحيل. طب هو ممكن في نص الطريق يترك يبنشر يعني، يمكن ما يوصل، يفشل في الوصول، يمكن يفشل في الوصول إلى النتيجة الكبيرة. فأنا لما يكون تركيزي على النتيجة وأنا أنتظر نتيجة معناها راح أحمل جزء كبير من العمل والمجهود، تعب، مثابرة، مذاكرة، مراجعة، تصحيح، كل هذه بيهملها وأركز بس على النتيجة. طيب بعد هو سوى كل المجهود هذا وطلعت النتيجة ما هي كويسة، معناها ما راح أمدحه، معناها ما راح أمدحه نهائيا في حياتي، وهذا أمر غير مطلوب. لابد أن يكون التركيز على الخطوات العملية وليس على النتيجة. طيب، ربما لن يتم الإنجاز ولكننا نخسر الكثير من المدح والإطراء
وتعزيز الثقة في النفس والشعور الإيجابي إذا تركنا التركيز على العمل، إذا تركنا التركيز على العمل. والأطفال الذين لا يحصلون على المديح من آبائهم عادة يتوقفون على المحاولات ويصيبهم الإحباط واليأس، وهذا أمر واقع نحن نشوفه. كثير من الآباء ابني ذاكر واجتهد ودخل الاختبار وجاءت النتيجة ناقص 10 درجات فرضا، فين 10 درجات؟ وليش راحت 10 درجات؟ عليكم السلام ورحمة الله. والبعض بلا مبالغة درجتين راحت، فين الدرجتين؟ فين الدرجة؟ ليش ما جبت درجة كاملة؟ ويبدأ يركز معاه في النتيجة. طب أنا سهران طول الليل، أنا لي شهر قاعد أذاكر لهذا الاختبار، ما قد سمعت منك كلمة جيدة. حتى خلينا نضرب مثال لإحنا الكبار في العمل مثلا، دائما العمل هذا ماخذ مننا يعني مشكلة كبيرة في حياتنا. تشتغل على مشروع معين عشان تنجزه، لما تنجزه في أخطاء، طالما إنك اشتغلت أكيد في أخطاء، وهذا طبع البشر. فيجي رئيسك يركز على أخطائك، أنت أخطأت تتحمل تستاهل، طيب أوكي أنا أخطأت ما في مشكلة، طيب والباقي ما له مجال في الإعراب، ما في مرة خلاص انتهى ولا كأنه صار، مشكلة صح؟ محبط، محبط جدا صح؟ أو أنت أخطأت ناقص من الراتب. مو هذا محبط ومدمر ها؟ فلازم نركز على العمل، ما يهمنا النتيجة. قبل ما نركز على النتيجة نركز على العمل، النتيجة راح تتحسن هي تلقائيا إذا نحن ركزنا على العمل، لأنه بذل مزيد من الجهد في العمل يؤدي إلى نتيجة كويسة صح؟ طيب هل يجب أن يتغير سلوك طفلي قبل أن يحصل على المديح؟ لا، على المحاولات. إجابة أخرى؟ يعني أنا أمدحه وهو قاعد ما تغير سلوكه، لسه ما زال بيسوي سلوك يعني سلبي خلنا نقول مثلا، هل لازم توقف عن المديح؟ ممكن أنا مدحي سيء. ممكن أنت مدحك سيء، تغير طريقتي أنا مو بشرط أنه هو. أيوة، أنا عجبتني أنك قلبت الزاوية، يعني نظرت للموضوع من زاوية أخرى، عجبني هذا الأمر. ولكن قاعد أفكر كيف أنا مدحي سيء، كيف أصير المدح سيء؟ تفضلي. ممكن أنه مثلاً أحد الوالدين يكون عنده كلمة واحدة نفسها يكررها، كلمة واحدة دائما يكررها، الشاطر يمل الطفل ما يشعر. نعم أحسنتي، كلمة واحدة ما يكرر، كلمة واحدة دائما يكررها لكل الأفعال لكل الأعمال، كأنه عنده تأخر في الكلام هذا الأب. وين العبارات والحركات؟ وين الكلمات؟ طيب كيف كمان يكون المدح سيء غير انه كلمة واحدة دائما تكرر؟ اللي ما اسمي له ايش الفعل اللي انا امتدحت عليه. ممتاز، شاطر بس شاطر على ايش؟ انا ماني عارف شاطر على ايش. ممتاز، مثلا يمدحه وهو ماشي على السريع ويعطيه ظهره، ايوه والمدح غير منطقي، بمعنى ما له علاقة بالموقف. ممتاز، شوف بدأنا نطلع على مدح يكون سيء مع أنه مدح لكنه سيء، غير منطقي، ما له علاقة بالموقف، تمدحه وانت ماشي معطي ظهرك. أيوة، وفيك مدح يعني على شيء سيء من بعض يعني الأباء وهذا موجود. أيوة، تمدحه على فعل غلط مثلا. ممتاز، ضرب الأولاد. أيوة، أو ضرب البنات. أي يعني أقصد أنه هذا بالعكس يجعله يشجع، يعزز فيه مبدأ الرجولة على إيه على أمر خاطئ، برضو هذا مدح خاطئ صحيح. ممتاز ممتاز، إيش كمان من أساليب المدح الخاطئ؟ بدون مشاعر، كلمة والسلام، كلمة دائما تكرر كأنها يعني زي الببغاء يكرر كلمات بدون أي مشاعر وبدون تواصل، بدون ما أنزل لمستوى الطفل. والله أنتوا خطيرين يا جماعة، خلاص أنا تعالوا أنتوا ألقوا وأنا أجلس. طيب إذا لا يجب أن يتغير سلوك طفلي قبل أن يحصل المديح، لأنه من غير المحتمل أن يبدأ الطفل بتغيير سلوكه من تلقاء نفسه. راح نتكلم في شغلة المديح بشكل صحيح، إذا كان يجب أن يفعل ذلك أحدهم فهم الوالدين.
إذا أنت كنت تستنى إنه سلوك ابنك يتغير فأنت المفروض إنك تغير سلوكك مو ابنك، لأن المشكلة عندك أنت كأب أو كأم. يجب أن يركز الوالدين على كل سلوك إيجابي يفعله الطفل، وبالتالي يساعده ذلك على توسيع دائرة السلوكيات الإيجابية، لأنه عارف إنك أنت بتنبسط من هذا السلوك اللي قاعد تسويه وأظهرت له هذا الانبساط حتى لو كان بسيط، فهو يروح يدور على الأشياء اللي تخليك أنت مبسوط ويسويها أمامك، يوريك إنه هو قاعد يسوي الآن، شوفني. أيوة نعم أنا أشوفك، شكرا لك، أنا أشوفك أنت بطل، أنا أشوفك أنت ذكي، أنت شاطر، أنت 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 أنت، أنا فخور فيك، أنت ولدي. حنوسع دائرة السلوكيات الإيجابية، صحيح؟ ولذلك عندما يتحمل الوالدين المسؤولية في التغيير سيتغير سلوك الطفل تباعا. طيب ماذا لو رفض طفلي عبارات المدح والتشجيع؟ كل ما أمدح طفلي ينزعج من المدح ويبدو أنه لا يصدقني، كل مرة ذكي 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 ذكي. إيش ممكن بعد أن أمدح على شيء أنا ما أسويه، يعني مثلا أطلب منه أمدح على في الأكل صحي وهو يشوفني معه فما راح يصدقني، ما راح يصدقني إيه راح يقول لا تمدحيني، يرفض. وتشجعيني اني انا ما اشرب بيبسي. ذكرت موقف حصل لي امس وانا رايح اصلي الجمعه، خرجت بس بتوب كذا يعني بدون جاكيت، ولما جاء ولدي طلع بدون جاكيت، قلت ارجع البس جاكيت، قال لي انت ليه مو لابس جاكيت؟ هذا فعلا كلامك صحيح. تفضلي. ما في فائدة من لا تمدحيني، ما في فائدة مرة، لا تمدحي، لا تتعبي نفسك أصلا. إيش مدحتي بالضبط؟ أعطينا مثال على الحاجة مدحتي فيها وقال لا تمدحيني ما في فائدة. اوكي، هي تمدح على كل شيء وطفلها يقول لها ما في فايده لا تمدح. طب ممكن يكون التاريخ المدح هذا ما كان جيد مع الطفل، يعني احنا قلنا ممكن تاريخ المدح هذا ما كان جيد مع الطفل، احنا قلنا دائما الطفل عشان يتغير بسلوكه لازم يبني تاريخ بينك وبينه، بعد هذا التاريخ يبدا بالتغير، ف عشان كذا انا سالت ايش المثل، كيف مدحتيه؟ يعني حتى كلمة ذكي تكررت قبل شوي، كلمة ذكي، أنا ليه أقول لأنت ذكي؟ أنا إيش مدحت بالضبط؟ الذكاء ما هو سلوك، الذكاء صفة، في فرق كبير بين السلوك لما أمدحه والصفة لما أمدحها. إحنا دائما نحاول نمتدح السلوكيات ما هي الصفات، فدائما لما أقول طفل أنت ذكي، طب أنت قلتي له ذكي ليه؟ هل هو حل مثلا معادلة رياضية؟ أوه كيف حليتها؟ علمني، امدحيه على هذا الشيء، بيستنتج بعدين منها أنه هو ذكي لأنه حلها. لكن لما أقول له أنت ذكي 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 ذكي، أنا هنا أعطيه صفة، ممكن هو يكون ذكي بالماث أو بالرياضيات لكن ما هو ذكي بالعلوم، فأنا لما أقول له أنت ذكي فهو راح يقول أنه هي كذابة بعدين، أنا ما عرفت أسوي هذا الشيء بجانب آخر، فأنا هنا أعطيته مدحت صفة ما مدحت السلوك. فدائما نحاول نمتدح السلوك وليس الصفة، وأشياء قابلة للقياس. لذلك تركيزك على السلوك، تركيزك على العمل، تركيزك على الجهد، تركيزك على الأداء، تركيزك على التعب المبذول، هذا يعني بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن النتيجة، لأنه لو نجح بتقدير جيد وهو باذل جهد عالي يستحق المدح والثناء والتشجيع. على جهد النتيجة أنا ما تهمني، أنت الآن نجحت كبير جيد، هذا تعبك اللي تشكر عليه، هذا اجتهادك اللي تمدح عشانه. طيب في المرة الجاية تقدر تجيب جيد جدا، إيش راح يفكر؟ هاجتهد أكثر، راح أجتهد أكثر عشان أجيب جيد. إذن أنا ما همني النتيجة بقدر ما همني العمل. طيب ماذا لو رفض طفلي عبارات المجد والتشجيع؟ لا تحاول، ما هي فايدة. هنا المسألة تحتاج إلى فحص أكثر،
تمعن شوية بزيادة، لأنه إذا كان مزاجه حاد صعب المزاج صعب المراس يجد صعوبة في تقبل هذا المدح والإقراء. طيب، وهذا يزعجني أنا كأب لما أمدحه وهو يقول لي لا تحاول ما في فايدة، وممكن أبطل خلاص أوقف ما في فايدة ما في فايدة. كيف الجواب؟ لا، لا توقف، لا توقف المدح. يبدو أن هؤلاء الأطفال يحملون أفكارا سلبية عن أنفسهم مما يجعلهم يشعرون بصعوبة في تقبل المدح. يحمل فكر سلبي عن نفسه، هو ممكن لما تجي تمدحيه الآن في عامل آخر أو في يوم ما أنت كنت بشكل ما ذميتي بصورة يعني في موقف مثلا من المواقف فمسكت في راسه عليك. أو أنت في البيت تمدحي كأم والأب يذم، أو أنتوا الآباء في البيت تمدحوا والمدرس في المدرسة يذم، ففي عامل يعزز فكرة سلبية عند الطفل. طيب، فلذلك الفكرة السلبية هذه خلاص ما في فائدة. كذلك بعض الآباء يعني بالكلمات اللي عرضناها في البداية، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت كذا، أنت كذا، يعزز في الطفل إنه أنا ما أفهم، أنا غبي مثلا، أو يعطيه صورة إنه في كل عمل يسويه أنت قاعد تخرب، إذا أنا مخرب، أنت كذا، إذا أنا كذا. فاكرين القاعدة اللي قلناها؟ الأطفال يتطلعون أو ينتقصون توقعات آبائهم. إذا أنت تعامل طفلك على إنه ما يفهم أو ما يعرف أو يخرب، هو راح يستمر على هذا الأمر طول الوقت، صح؟ راح يزيد كمان. فلذلك وجود هذا النقص في نفسه هو اللي يخليه يمنع يقبل التشجيع. إيش الحل لو كان في عدم توازن بين الأبوين في هذا الموضوع؟ عشان كده نحن قلنا هذه الجلسة لازم يجوا الأبوين مع بعض. مطلوب وجود الأبوين هنا، ليش؟ لأنه متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لن يصل إلى الكمال. إذا كيف؟ الطرف الثاني في المدرسة؟ ممتاز، إذا كان الطرف الثاني المدرسة، نروح للمدرسة ونتفاهم معهم. ما في تجاوب، في مدرسة أخرى. على كل حال أنا طبعا نحن لما نجي نتكلم في كل حالة بشكل شخصي هناك أشياء كثير عوامل كثير ندرسها حسب الحالة، لكن نحن نتكلم هنا قواعد عامة، قواعد عامة. القواعد العامة إذا أنت قاعد تبني وفي غيرك راح يهدم، تعرف إنه بنيانك ما راح يكتمل. إذا كان لا يعني إننا نوقف، طبعا أنا أعرف هذا، لا يعني إننا نوقف. يعني أتمنى أنه ما تكون رسالتي أنكم توقفوا البنيان، لا، ما زلنا نركز على العمل. العمل لابد أن يستمر، لابد أن أبذل مزيد من الجهد مثلا عشان أبني، والبناء متعب، هذا أمر واقع وصريح حقيقي. فأنا ما راح أترك العمل عشان فلان والتاني والتالت قاعدين يسووا أعمال تخريبية. طيب، ها؟ إذا كنا نحن نبني وغيرنا يهدم، حط عليها نوع من أنواع الحماية، حط عليها عوازل، ما في مشكلة. الإشكال إذا كان الطفل أو المراهق ولا غيره، إذا كان ما كان في حلقة وصل بينه وبين الأهل، ما يقدر يقول كل نفسه، فهنا يعيش مع نفسه يقول ما في فائدة، لأنه هو ربما يقارن باللي حوله من زملائه. أنا كل يوم أعيش معهم، إما أن يكون ذكي واللي حوله أذكى منه فيشعر بنوع من أنواع الإحباط، وإما أن يكون هو فعلا ذكي لكن اللي حوله رديين فيجرون للمستنقع. هذا هو الإشكال. طيب أنا راح أضيف زاوية أخرى. تخيل أنك أنت الأمان الوحيد لهذا الطفل. لو كل الناس برا تذمه أو تحاول تهدمه وأنت الشخص الوحيد اللي يجد عندك الأمان ويسمع منك الكلمة الحلوة، لو فقدها منك إيش راح يصير؟ راح هنا خلاص انتهى. فبالتالي هو لما يرفض منك في البداية هو قاعد يختبرك، هل أنت فعلاً تعني الكلمات لا تمدحني ما في فائدة لا تمدحني؟ هو في قلبه أو في نفسه كل الناس قاعدة تذمني إلا هذا، إيش من فين جاء؟ إيش معنى ده يعني؟
فلما نتأكد أنه مدحك في محله وأنه حبك له غير مشروط وأنه دعمك له لا محدود، أنت أبوه، أنت أمه، لازم أنك تعزز فيه الأشياء الإيجابية. في الأخير راح يقتنع، لأن هم بحاجة إلى زيادة كميات المدح والإطراء والتشجيع والمساعدة. هذول الأطفال بحاجة إلى زيادة، لأنه في أحد تاني وراكم قاعد يهدم، فأنتم تحتاجون إلى تعزيز، بناء عوازل وحمايات وما إلى ذلك، ودعم أكبر لهؤلاء الأطفال. طيب، مع الوقت يتمكنون من قبول هذا الأمر إذا اقتنعوا، إذا وصلوا لقناعة، أو يعني إذا وصلوا لتصديق الشيء اللي أنتم قاعدين تسووه، لأنه هو يصير وقتها كذا متردد، هل في يوم ما سأفقد هذا المصدر الوحيد للأمان ولا لا؟ ما بدي أعلق نفسي وأتعب وبعدين في الأخير أفقده، صحيح؟ طيب، الأفكار قاعدة تدور في راسي بس لازم أوقفها. نأخذ بريك؟ طيب نأخذ بريك 10 دقائق، شكرا لك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عودة مرة أخرى إلى برنامج، إلى جلستنا بعد الفاصل. نتكلم عن الاهتمام والمدح والتشجيع، كيف أمدح طفلي وكيف أهتم به وكيف أشجعه لتعزيز السلوكيات الإيجابية وإخماد السلوكيات السلبية. وتوقفنا قبل ما ندخل في الجلسة، يعني أبغاكم تشعروا بالراحة وأنتم قاعدين، اللي يبغى ياكل اللي بيشرب، ترى الموضوع يعني بسيط، خذ اكلك واشرب ومشربك واجلس وكل عادي، يعني ما هي جلسه رسميه مره، لدرجه اننا يعني كذا كاننا في فصل. طيب، نجي للسؤال السابع، لماذا يصعب على بعض الاباء تقديم المدح والاطراء لاطفالهم اكثر من بعض؟ نحن تكلمنا عن الطفل اللي ما يتقبل. طيب، الآن الأب، ليش أنا صعب علي أني أمدح طفلي؟ نسمع منكم. أشعر بشيء ما يمنعني من مدح طفلي. ما تعود. مقهورة منه. مقهورة منه. كيف أمدحه وأنا مقهورة منه؟ صح؟ ما يجتمعان، صح؟ إيش كمان الأشياء اللي تخليني، ها؟ ضغوطات الحياة، النسيان. إذا كان المدح له مشروط، كل ما مدحته لازم أجيب له حاجة. إذا المدح عند الطفل مشروط، كل ما تمدحه لازم تجيب له شيء، هيستهلكك كذا. أيوة، الأب والأم ايوه، الاب والام متعودين على الشيء اللي هم واطفال كان ابوهم وامهم يسوونه معاهم. ممتاز. في تعليق اخر، اشعر بشيء ما يمنعني من مدح طفلي. طبعا اخر نقطه ذكرتيها انت مره مهمه جدا، لاننا اعتقد ذكرنا هذا في الجلسه الماضيه، صح؟ انه الوضع التلقائي لاي اب وام هو الشيء اللي كان أمه وأبوه يتعاملوا معاه فيه، هذا الوضع التلقائي، الخلفية. فإذا في الخلفية في مدح وتشجيع وإطراء، فحيجي في المقدمة مع الأبناء مدح وتشجيع، لكن إذا ما في فالتلقائي أنه ما في. وعشان كده نحن بنسوي زي هذه الدورات والجلسات، هذه أهميتها، أنه مو كل شيء نحن تعلمناه من أمنا وأبونا صحيح، مو كل شيء تعلمناه من أمنا وأبونا لازم نحن نطبقه مع أبنائنا، وإن كان الوضع التلقائي هو إنه ما في، لكن مرة على مرة على مرة على مرة شعورنا بالمسؤولية وإننا لازم نتغير للأفضل عشان أبناءنا يعيشوا الأفضل وهم كمان يعيشوا مع أبنائهم الأفضل. طيب، الفرصة هذه ما كانت متوفرة لأمي وأبويا قبل 40-50 سنة، إنهم يجوا مركز زي جمعية إشراق، حاطط كراسي ووجبات من أبدع ما يكون، مكان جميل ومريح للنفس، واحد زي الدكتور حبيب واقف يشرح لهم. ما كان فيه أصلا أطباء نفسيين قبل 50 سنة، أو أخصائية تدخل مبكر، أو طبيبة نمو وسلوك، ما فيه. فالظرف كان مختلف. الآن نحن ظروفنا أفضل،
فلازم نسعى للأفضل، لازم نعمل للأفضل. فإذا كان في شعور شيء ما يمنعك من مدح طفلك، أول شيء تقر إنه نعم هناك شيء ما يمنعني من مدح طفلي. إقرارك بالمشكلة نص الحل، اعترافك بالمشكلة نص الحل، بعدين تبدأ تبحث عن حلول. طيب، في العادة الآباء الذين لا يمتدحون أطفالهم لا يمتدحون أنفسهم، وهم شديدون نقد وشديدون جلد الذات على أنفسهم، على أخطائهم، على صراعاتهم، على متاعبهم التي واجهوها أو يواجهونها، وربما يخبرون أبنائهم عن المصاعب أكثر مما يخبرونهم عن الإنجازات. هذا يخلي الإبن شيء يفكر دائما، سيبوكم من الإبن، أنا أتكلم عن الأب. الأب دائما يفكر في إيش؟ إني أنا تعبت، إني أنا شقيت، إني أنا فعلت، إني أنا واجهت، ويوم كنا ما كنت، ولما ولا أحد عبرني ولا أحد، أو أنا عشت أصلا أبويا ميت وأمي ميتة وخالي رباني حطني عند ولد عمي اللي كان يفعل لي ويترك لي حوسة. فلذلك هو شديد النقد على نفسه، ولا عمره سمع كلمة امده. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هي تحس انه فاقد الشيء يعطيه، يعطيه مره مرتين. ايوه، العقل اللاواعي. ايوه، يخليه يسوي اللي كان يشوفه، يعطيه مره مرتين، لكن العقل اللاواعي يخليه يسوي اللي كان يشوفه. غياب، يعني انا اقول لك كيف، اذا انا عمره ما حد مدحني ما اعرف طعم المدح اساسا، حتى لو مدحت احد ما راح امدحه بالطريقه اللي المفروض انها تكون. وهذول ابنائي ما راح امدحهم، هم معي 24 ساعه. ففكري الاساسي انه الطفل راح يكون مختلف، ما يحتاج الى مدح، لانه ما حد مدحني وانا طفل، هو لازم يعرف لحاله. هذه كلها خلفيات. طب لما نمدح، هل امدح بالطريقه اللي تكون المفروض صحيحه؟ لا، صح، لاني قاعد اتذكر طفولتي والمصاعب اللي مريت فيها اكثر. طيب، طبعا انا احيانا اكرر كلامكم لانه عشان التسجيل، بس اكرر الكلام اللي تقولوه. طيب، عشان بعدين اذا في احد راح يسمع يعرف انه الصوت ما يوصل احيانا. فتجد اللي يشتغل اوتوماتيكلي هو الاساس اللي مر فيه الاب. ناهيكم عن اللي متربي مثلا يتيم، غياب صوره الاب والام هذا نقص كبير في حياة هذا الأب الآن. فهو راح يعمل مقياس على خاله كيف كان يتعامل معه، وخاله مهما سوى ما راح يكون مثل أمه وأبوه. طيب، راح مرت خاله إيش كانت تسوي معه، مرت خاله ليست مثال حقيقي لأمه. طيب، راح يعمل يعني بناء على اللي كان يشوفه في الشارع مثلا أو في المناسبات، الآباء كيف كانوا يعاملوا أبنائهم، وفي هذا الموقف هو ما شاف إلا بس هذا الموقف. باقي الحياة والأشياء اللي بتصير في البيت والأشياء اللي بتصير في أماكن أخرى ومو موجود غايبة، فالصورة عنده ما هي مكتملة. لذلك فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء الآباء لما هم نفسهم يتعرضون للمدح يحسوا بشيء غريب. أنا عمره ما حد مدحني أصلاً، أنت بتمدحني ليه؟ أنا أصلاً قاعد يعني أي مجاملة، صح؟ رجال روقنا بس، لا تقعد تجاملنا ولا. هذه حقيقة لابد أن نعرف، أول شيء نعرفها وندركها. يعني نحن لما نقدم معروف، لما صديق لنا يقدم لنا معروف ثم نشكره ونمدحه، إيش يرد؟ ما سويت حاجة، ما هو راضي حتى يتقبل المدح. يقول لا تمدحني أنا، إذا أنا ما سويت معك ترى راح أسوي مع غيرك، ما يحتاج المسألة مدح. هذا نحن، صح؟ وإذا كانت الميانة مرة بزيادة حتسمع كمان كلام عكسي، صح ولا لا؟ هذا نحن، فلا بد ندرك هذا الأمر أولا. في أحد كان بيتكلم؟ أنا أقول مجامل، ما سويت شيء يعني عادي، يجامل. يجامل، مبسوط يمكن من جوا. حتى لو كان مبسوط من جوا، طب أظهر بسطتك الداخلية للخارج، ما الذي يمنع؟ كذب، الرجال عندهم كذب.
يعني عشان يعني عشان كبرت ما انبسط او ما اظهر كبرياء يعني. كبر من كبرياء. اوكي كبرياء قد يكون. شوف سمي ما شئت، انا يهمني انت كأب تعرف حقيقتك. اذا انت ما كنت تمدح ابنك فراجع نفسك، اما السبب ما حد كان يمدحك وانت طفل، او ما حد عمره مدحك اساسا، هذا شيء طبيعي. احد الاسباب انك واجهت صعوبات شديده في حياتك وتغلبت عليها. الان انت شخصيتك مختلفه عن شخصيه ابنك، انت شديد النقد على نفسك، تجلد ذاتك دائما على اي شيء تسويه، وهذا طلع معك بشكل ايجابي، لذلك انت ناجح الان في حياتك. بس في ناس يطلع معهم بشكل سلبي، وهذا لا يعني انه عشان انت جلدت ذاتك لما تجلد ابنك راح يطلع زيك، لا يعني هذا الامر تماما، بل ممكن يصير العكس اصلا. طيب لما تنجز اتكلم عن انجازاتك، اذا ما تكلمت عن انجازاتك معناه انك اصلا ما انت معترف بانجازاتك، ما سويت شيء، او انك عندك كبرياء. طيب يجب ان يتعلم هؤلاء الاباء كيف يكونون ممتنين لانفسهم. لازم تمدح نفسك، طبعا مو تمدح نفسك امام الاخر، لكن انت بنفسك بينك وبين نفسك تكون ممتن للعمل الانجاز اللي انت سويته. انا استحق هذا، هذا شغلي، هذا عملي، هذا جهدي، هذا تعبي، انا استحق المدح. حتى لو ما حد مدحني انا امدح نفسي، انا امدح نفسي، والله انا شاطر، انا شاطر، انا ذكي، انا سويت انجاز، حتى لو ما اعترف الاخرين بانجازي. ونحن دائما في الدوام نسمعها، نشتغل نشتغل نشتغل، بعدين اللي يقطف الثمره مثلا الوزير اقطع هذه يعني المدير في العمل او الرئيس او كذا، هو اللي ما ادري ايش كذا، اداره مدري مين باداره قائد الفريق فلان ادمي هو اللي ياخذ الجائزه، بينما اللي كان يشتغل اللي تحته هو ممكن ما سوى شيء، ممكن ما سوى شيء، او سوى اشياء بسيطه، لكن لابد ان يكون في كل فريق عمل جندي مجهول هو اللي سوى معظم العمل، ومع ذلك هذا الجندي نكرة ما حد يعرفه، ولا ويعطى ثمرة العمل للشخص اللي هو الرئيس أو المدير أو صح ولا لا؟ هذا واقعنا ودائما يصير. أنت أيها الجندي المجهول لابد أن تمدح نفسك بنفسك، إذا ما حد مدحك، إذا رئيسك في العمل ما جاء قال لك أنت فعلت كذا وتستحق الثناء والشكر والتقدير واعترف بجميلك، أنت سوي شيء لنفسك، أنت احتفل، روح البيت وجيب مرتك وأبنائك واشتري كيكة وحط عليها شمعة وقول هذه بمناسبة إنجازي للعمل اللي اقتطف ثمرته اليوم مديري، أنا اللي سويت الشغل كله، وخليهم يصفقوا لك ويقطعوا الكيكة وكلوها وانبسطوا. لما تعترف بهذا لنفسك راح تعترف به للآخرين، صح ولا لا؟ وأول الآخرين هم أهلك في البيت، زوجتك وأبنائك، الدائرة اللي حولك، ثم أنت بدأت تنتشر المسألة إلى الدائرة الأوسع فالأوسع. طيب ومن المهم جدا أن يشاهد الطفل ويسمع أبوه يمدح نفسه ويكافئ نفسه. عشان كده في الأسرة مثلا بعض الأسر تحتفل بمرور 5 سنوات على زواج ناجح، 10 سنوات على زواج ناجح، 20 سنة، 30 سنة على زواج ناجح. كونك استطعت أنك تعيش مع هذا الإنسان أو تعيشي مع هذا الشخص الزوج اللي أنتوا الاثنين اجتمعتوا بعد خلينا نقول 20 سنة سن الزواج، 30 سنة، من خلفية مختلفة، ثقافة مختلفة، طريقة مختلفة، وقدرتوا تعيشوا مع بعض 20 سنة وجبتوا أبناء وأبنائكم ناجحين واجتهدتوا على أنفسكم وتعبتوا، تستحقون أنكم تكافئوا أنفسكم. فلما نجي عيد الزواج 20 نروح نجيب كيكة ونجيب كيكة كبيرة ونحط عليها صورنا ونحط عليها شموع ونجيب كاميرات ونعيش نحتفل بيننا وبين نفسنا. ليش هذا الاحتفال يا بابا؟ ليش هذه الكيكة يا ماما؟ لأنه أنا وأمك جالسين مع بعض 20 سنة الآن لنا، وعشنا حياة جميلة وحلوة تعبنا فيها واجتهدنا ونجحنا وأنتجنا أبناء جميلين مثلكم، يا محلاها. يبقى لي أسويها تصدقوا؟
فلما الأبناء يشوفوك قاعد تحتفل إيش حيكون هذا يعني يعكس عليه على أنفسهم؟ أشياء كثير كثير جدا. يستحقوا. نعم. اللي هو الاكتفاء الشعور الاعتزاز بالنفس، ها؟ هذه حاجة كويسة وهذه تبني ثقة ابنك في نفسه. صحيح؟ حتى لو كنت أب منفرد، يعني مثلا أنا امرأة مطلقة أو أرملة أو أب أم زوجتي ماتت أو كذا، أجيب أبنائي وأحتفل معاهم، ما يمنع، ما يمنع هذا. طيب؟ happy parents equal happy kids. آباء سعيدين دائما راح ينتجون أطفال سعيدين، حتى لو ما كنا مبسوطين طول حياتنا أو كل يومنا، لكن في لحظات راح تمر علينا بنشوف فيها أنه لما أنا يكون مزاجي أوكي بينعكس على أبنائي. أنتوا لما تعصبون وتروح البيت وأنت معصب أو تفكر بالعمل أو شيء، أكيد أنك وكلنا نسويها، أنا شخصيا أنا أسويها لما أكون معصبة وراجعة من الدوام وتعبانة ويجون أولادي ويبون ويبون ويبون، بصرخ أحياناً، بعصب، ما راح أعطيهم وجه، وهذا طبيعي وكلنا نسوي هذه الأشياء، ما في أحد مثالي 100%، لكن لو حطينا في بالنا أنه مزاجنا والضغوطات هذه كلها راح تأثر على هذا الطفل اللي إحنا أنتجناه راح يكبر وعلى مستقبله وشخصيته، راح نتغير، راح نغير هذه الفكرة، راح نحاول نسيطر على غضبنا، راح نحاول نحط الهموم اللي صارت برا برا البيت وندخل البيت ناس ثانيين، لأنه ما في طفل راح يكون سعيد وأمه وأبوه ما هم سعيدين. أوكي ما راح نكون سعيدين 100% إحنا كآباء، لكن لو نحاول ننسى هذه الأشياء أثناء وجودنا مع أبنائنا، هذا الشيء راح يساعد جدا في تسهيل العملية التربوية وكيف نتعامل معه. نعم. كانوا الأطفال يعني مثلاً عمر 7 وأكثر، أحد يقول لهم مثلاً أول ما نجي من برا أو أول ما بابا يجي من الشغل أو أول ما ماما تيجي، ممكن يعني شوي هدوء ربع ساعة بس نتنشط بعدين نبدأ. تقدرين تطلبين كمان؟ أنا مثلا نسوي احتفال مع بنتي من مانا، أما أنا ما أقدر أتكلم شوي، تحتاج 10 دقائق ربع ساعة. طب أنا هعيد كلام، أول ما تقوم هي أعيد سؤالها، هي تقول هل يصلح لما أجي من الدوام وأنا تعبانة أقول لي ابني وأبنائي إنه ربع ساعة نستنى بس ربع ساعة لين أرتاح بعدين نبدأ نشتغل، بعدين نتكلم، يصلح ولا ما يصلح؟ ينفع تأخذين بريك لأنه حتى الطفل محتاج بريك، لكن يصير هو جاي جالس بالبيت متحمس ينتظر. أوكي اطلبي منه، اطلبي منه، ادخلي عادي مو مشكلة، أنا دخلت ببوسك وبسلم عليك، بس قولي له ماما أنا محتاجة بريك 15 دقيقة ممكن؟ لو كان صغير أو حتى لو كان لسه ما يعرف الوقت، استعملي تايمر، حطي له تايمر، قولي مجرد ما يخلص هذا الوقت تعال تكلم معي، بس بشرط كلامك معاه بعد ال 15 دقيقة هذه بيكون مرة بيرفكت، مثالي جدا. ليه؟ لأنه هو سوى اللي أنت تبينه، فلازم يلقى نتيجة جدا مرضية. وبالتالي إذا كانت 15 دقيقة ما تكفيكي، خذي الوقت اللي يكفيك. وفي شيء ثاني بعد، أنت الآن لما سويتي هذا الشيء علمتي الطفل مهارات كثيرة، علمتيه مهارة الانتظار، زدتي عنده مهارة الانتظار، علمتيه بقيمة الوقت، وعلمتيه كيف يتبع تعليماتك، طلبتي الشيء هو استجاب للشيء هذا. أيوة. لكن تأكدي أنه بعد انتهاء الوقت هذا المطلوب منك أنك أنت تتكلمين معه وتسمعينه وتتفاعلين معه. وعلمتيه كذلك انتظار الدور، وعلمتيه كذلك الصبر، وعلمتيه فهم مشاعر الآخرين، وعلمتيه النظر إلى الآخرين عشان يشوف هل هم مستعدين للشيء اللي أنا أبغاه أم لا. كثير من المهارات. نعم، حتى هو يعرف لما أنا أكون تعبان، بكرة لما يعصب تقولي له أنت الآن تعبان تحتاج الربع ساعة اللي أنا أخذها لما نجي من الدوام. تفضلي. نعم نعم أكيد، احترام مشاعر الآخرين، فهم وجهة نظر الآخرين. نحن قاعدين نكبر مخه في طريقة التفكير إنه يفهم الطرف الآخر، يفهم ظروف الآخرين، هذه ما يعرفها الطفل. عشان كذا نحن السؤال اللي أول في أول شريحة، هل الطفل لازم يعرف الأشياء من نفسه؟ لا، إذا نحن ما علمناه ما راح يعرفها من نفسه، وهذه واحدة من الأشياء. كيف أنا أعرف أني
أفهم مشاعرك أنت كأب وأم. أنت بالنسبة لي مصدر الأمان، مصدر الغذاء، مصدر اللعب، مصدر الترفيه، مصدر الراحة، مصدر كل شيء. فأنا ما بفكر إلا في نفسي الآن. لكن يوم على يوم أجي أقول لك اسمع أنا الآن تعبان، انتظرني 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، حسب سن الطفل وتقديره للوقت. أنا قاعد أعلمه أنه ترى لا، الآخرين لهم أشياء أخرى أنت ما تعرفها، فيبدأ ينظر للموضوع بشكل مختلف. خاصة البنات لو عندهم الـ ADHD ما يتكلم مرة مرة كثير، يعني الصباح أنا أعاني، أنا شوي شوي بس أحتاج مع بنتي إنه ما رح نتكلم في أي موضوع غير اللبس والتسريحة إلين السيارة، إنه نكمل السيارة أبدأ أتكلم. طيب أوكي، مو يعني يمكن ما هي خاصة بالبنات ولا هي خاصة بالأولاد، وإنما بكل الأطفال. يعني خليني أستطرد شوية هنا في هذه النقطة، إنه الأطفال يعيشون ببراءة، إلا قدامي هو أنا على اللي ماشي عليه، ما يفكر في أمس ولا شايل هم بكرة. نحن ككبار فقدنا هذا الأمر، صح؟ فقدناه. لما صاحبتي أو صديقتي أو صديقي زعلني من أمس وأنا أنام وأصحى ولسه شايل عليه، الطفل لا، ينام ينسى كل شيء، يصحى يوم جديد خلاص كل شيء رجع مكانه، كل الأمور تصلحت. وهذا اللي المفروض نحن نعيشه، لكننا فقدناه مع الزمن. لو نقدر نرجع لهذه النفسية اللي عايش بها الطفل راح نعيش سعادة. ما نشيل من أمس ولا نشيلهم بكرة، ما نفكر في أمس ولا نشيلهم بكرة. فكل يوم تصحى يوم جديد، أصبحنا وأصبح الملك لله، أنا اليوم مبسوط الحمد لله أني صاحي، روحي في جسدي ويدي ومعاي رجلين يحركها ومبسوط، وأقدر أكل وأفطر وأخرج للدوام. في ناس تصحى أصلا هنا واصلة، ليه طيب؟ ما هي متأخر؟ طيب أوكي، كان مرة نام بدري عشان تصحى بصوت. ما قمنا. طيب أولا إدراكنا إننا ما قمنا خلينا نفكر كيف نقوم. إذا كان أحد الأسباب إني نايم متأخر في الليل خلاص بكرة نام بدري، إذا كان أحد الأسباب إني قايم جيعان أو شبعان أو قايم كذا شايف حلم كابوس مثلا، فأوكي أعطي نفسي فرصة كذا بدري أقوم شوية إلين ما أطلع بالنفسية وأمشي أكمل حياتي بشكل طبيعي يعني. طيب في شيء ثاني بعد قبل شوي، أنت ذكرتي بنتي مع فرط الحركة فكلامها كثير، إحنا دائما بتدخل مبكر ما نفكر إيش تشخيص الطفل، هل هو فرط حركة، هل هو توحد، هل هو صعوبات تعلم. إحنا دائما إيش نفكر أنه الطفل هذا طفل زي الأطفال الثانيين، لكن في عنده مهارة ما تعلمها. فأنا مشكلة بنتي ما هي إنها فرط حركة، هي ما عندها مهارة إنها تنتظر، وما عندها مهارة إنه تعرف إيش مشاعري الحالية. فأنا لما أعلمها هذه الأشياء بيكون أسهل علي من إني أنا دائما أحط لبنتي عذر إنه هذا تشخيصها. فأنتي دائما انظري للطفل إيش المهارة اللي ما هي موجودة عنده ونحاول نعبيها بغض النظر عن أي تشخيص، عن أي تشخيص آخر. هذا بيكون أسهل عليك أنتي كأم لما تشوفين أنه في عندك جوانب محتاجة لتعبئة. طيب خليني أضيف إضافة برضو، نحن يمكن طولنا في هذه النقطة شوية لكن هنضيف وبعدين نمشي اللي بعدها. ليش الأطباء دائما يشخصوا؟ ليش؟ هي ما هي وصمة عار على ابنك، لا، أنا كطبيب لما يكون قدامي تشخيص هذا يسهل علي معرفة أحوال الابن أو الطفل وكيفية التعامل معه، وإيش الدواء المناسب له، إيش الطريقة المناسبة له إلى آخره. أنت عامل ابنك على أنه طفل، ما 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 ما, ما راح تفرق معك كثير، انظر إلى المهارات الناقصة كملها. طب أنا كطبيب بكرة ماني موجود، أنا ماني موجود في هذه المؤسسة طول حياتي، ممكن أنقل، ممكن أروح، ممكن يصير أي شيء. طب اللي يجي بعدي كيف يفهم إذا شاف ابنك إيش عنده؟ بالتشخيص، خلاص يصير يمشي على نفس الخطة. طيب فانسوا ايش الاطباء يعني يشخص ابني، ما ادري ايش قال على ابني، قال كذا قال كذا، انسوا هذا الامر، ركز على المهارات والعمل اللي يحتاجه ابنك.
طيب تفضلي. هي كلامها صح يعني، لانه احنا مجربين يعني الطفل اي دي اتش دي مو نفس الطفل العادي. عامله كطفل طبيعي، انا عندي طفلين، طفل طبيعي وطفل اي دي اتش دي. اللي اسويه مع هذا يعني الطفل الطبيعي راح يستجيب اسرع، بس احنا ليش موجودين هنا؟ احنا موجودين هنا عشان يعني نعرف نتعامل مع اطفال اي دي اتش دي. نعم. طيب ولذلك شوف هذه المهارات نحن لو تعلمناها راح تمشي مع ADHD وغير ADHD. هذه المهارات لو تعلمناها راح تمشي مع الجميع. ربما الاستجابة تختلف في السرعة، تختلف في الطريقة، لكن في الأخير النتيجة إن شاء الله بتكون واحدة. طيب ما الفرق بين المديح والتشجيع؟ ربما أشجع ابني لعمل ما لكني لا أمدحه. ما أدري كم سلايد باقي لنا. طب خلينا نمشي كده شوية لأنه سوينا كثير من النقاشات. هؤلاء الآباء يخافون من إفساد وتدليل أطفالهم بسبب ما يقدمونه من مكافآت، ذكرنا هذا الأمر صح؟ قبل شوية. العبارات التشجيعية مهمة ولا تقل عن عبارات المدح والإطراء، وهؤلاء الآباء يجدون أنفسهم دائما في تصنع للعبارات، دائما بدور له كلمة بدل ما هي كل يوم أنت شاطر 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 شاطر، أدور كلمة وأدور ثانية وثالثة ورابعة. وهذا أمر يعني مقبول طبيعي، لأنه الكلمات ما تكون حاضرة في ذهنك في كل مرة، فتحتاج أنك تسترجع تستحضر بعض الكلمات عشان تضيفها. طيب والأطفال يلاحظون ذلك، هذا عادة أمر عادي. طب ما هو الضرر الذي سينشأ من مدح الطفل؟ في الغالب لا يوجد ضرر، حتى لو كان بيحس نفسه أنه هو ناجح أو ذكي، في الغالب لا يوجد ضرر. لكن أنا يبالي أركز على العمل بدل ما أركز على النتيجة، أمدح عمل بدل ما أمدح صفة. طيب أمدح عمل ثم أحط معاه صفة، أوكي أنت سويت كده وهذا الشغل اللي أنت سويته يدل على أنك ذكي، هذا من علامات الذكاء، هذا من علامات الصبر، هذا من علامات الحلم، أنت حليم، لما أخوك أذاك ما رديت عليه صح؟ طيب الأطفال الذين يتلقون العديد من الأوامر والانتقاد يخلقون الكثير من المشاكل، انتقاد على كل شيء، أوامر كثيرة في اليوم الواحد، 50 أمر، 70 أمر، 100 أمر، ما حد يتحملها. فإذا كانت أوامرك كثيرة هدي هدي شوية. طيب كيف أجعل مديحي وإطرائي أكثر فعالية؟ الآن خطوات عملية. 1، كن دقيقا وذلك بتحديد العمل الذي تمدح من أجله ابنك. مثال: أشكرك لأنك تجلس بهدوء على كرسيك، عمل واضح، شكر واضح، جملة واضحة فهمها الطفل انتهينا. فمعنى الطفل أبوي يحب أني أجلس على الطفل بهدوء وشكرني على هذا الأمر، المرة الجاية راح أجلس بهدوء واللي بعدها، وإذا ما جلس بهدوء أجلس بهدوء شكرا أنك جلست بهدوء. مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية ومئتين ومليون، كل مرة يجلس بهدوء يصير شكرا انك جلست بهدوء، الين يوصل لمرحله خلاص صار يجلس بهدوء تلقائيا. فنحن خلاص اعطينا هذا السلوك حقه، ثم ننتقل الى سلوك اخر. طيب امدح بشكل مناسب، وذكرنا قبل شويه المديح السيء وذكرت انتم امثله، لانه احيانا المديح ما يكون مناسب، امدحه وانا ما بطالع فيه، امدحه وانا ماشي او ظهري عليه، او امدحه بحاجه ما هي صحيحه، او امدحه بطريقه غير لائقه أو غير جيدة، كلها ذكرناها قبل شوية. طيب هنا يقول أمدح ابنتك لمشاركتها طفلا آخر في لعبة معينة وقت المشاركة. وقت المشاركة، وقت المشاركة، يعني ما من الأشياء اللي أنا لما كنا نناقش المدح الغير جيد إنك أنت تأخر المدح عن وقته، يعني الآن ابنك سوى عمل جيد امدحه الآن في نفس اللحظة، لكن لو أخرته يصير ما عاد له قيمة أو يفقد القيمة اللي المفروض أنها تصير في نفس اللحظة، لأنها مرتبطة، ترتبط بالعمل. بينما لو مدحته بكرة أنك أنت أمس سويت طيب راحت. ها؟ تكرار إيش؟ يعني مدحته بوقته أيوة، بعد فترة صراحة أي هذه مختلفة، لأنه الأولى خلاص مرتبطة معززة، الثانية راح تزيد تعزيز للأولى. طيب لكن لو ما مدحته في نفس الوقت في نفس اللحظة فقدت الارتباط، ها؟ ما راح يكون المدح تحفيزي. وفي نفس الوقت أنا ما راح أمدحه عشان ما راح أمدح طفلتي لأنها جابت قلمين
هي وصحبتها وقاعدين يشخبطوا في الجدار، هل امدحهم على انهم سووا؟ لا، ما في هنا مدح، هذا امر خاطئ. صحيح، خصوصا اذا كانت تفهم هذا الامر ومدركه. يعني ابو سنتين وثلاثه لما يشخبط على الجدار ما يعرف، لكن ابو سته يعرف انه ما نشخبط على الجدار، نشخبط على الورقه، فبالتالي ما راح امدحه انه شخبط على الجدار. ثلاثه، اظهر الحماسه. في احد برضه ذكر الحماسه قبل شويه. بعض المديح لا يجدي نفعا، ممل، بارد، خامل، متكرر، ذكي 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 كل يوم ذكي، خلاص جيب غيرها، فكر شيء ثاني. بامكانك اظهار بعض الحماسه، رفع اليدين، تعبيرات وجه، النزول لمستوى الطفل، فتح العين بزياده، الضحك، الابتسامه العريضه، اظهار الاسنان، كل هذه اشياء يشوفها الطفل ويتعلم منها. نبره الصوت ترفعها شويه. صحيح، لاحظ ان مديحك قد يكون مملا اذا كنت في الايام الاولى في التدريب وعمرك ما مدحت طفلك، ولما تيجي تمدحه كانه يقول اشخ فك انا بس، لكن يمشي الحال، ما في مشكله، استمر، لانه لسه انت قاعد تتعلم هذه المهاره، فاذا اتقنتها راح تكون بشكل جيد. بعض الجمل للمساعده. الان ابغى كل واحد فيكم يعطينا جمله. يعجبني عملك عندما، اتخيل طفلك امامك وكمل الجمله، اي واحد فيكم. يعجبني عملك عندما ترسم. تعجبني رسمتك، ممتاز. تخيل طفلك يجمع الالعاب في الصندوق، ايش تبي تقول له؟ هي محطوطه بس ما انت ايش حتقول لي طفلك لما نحط الالعاب في الصندوق؟ برافو نظيفة. ها؟ برافو نظيفة لا. برافو نظيفة لا. ما سميتي لها السلوك اللي سوته هي بالضبط. شكرا انك ساعدتيني بجمال العاف الصندوق. انت مساعد بطل. طيب اللي بعدها. فكرتك جيدة عندما ذكرت. تخيل طفلك وكمل الجملة. فكرتك كانت جيدة الا ما، ايوه. ممتاز، عجبتني فكرتك لما اقترحت على الأولاد إن نلعب برا في الحوش بدل ما نلعب بالكورة ونكسر لمبة، صح ولا لا؟ ممتاز، أنت تستمع وتستجيب لكلام أبيك وهذا جيد. حدد في كل مرة، نحدد السلوك إلا قاعدين نمدحه عشانه. طيب، أنا فخور بك جدا جدا. تخيل ابنك وكمل الجملة. أيوة، ممتاز، لأنك صدقت لما سألتك عن الشيء الفلاني وأجبت بالشيء الفلاني، وأنا حب الصادقين، والله عز وجل يحب الصادقين، فأنت كسبت ثقة نفسك وكسبت محبة أمك وكسبت محبة الله. كلمات رائعة تبعث في النفس الإيجابية والطاقة الجميلة يعني. وهذا طفل، وأنا ما أتكلم عن طفل واحد، أتكلم عن البيت، ثقافة تنتشر في البيت كله، أكيد راح يصير لها تأثير على الناس اللي من حولنا. انظر كيف صارت رسمتك رائعة بعد أن لونتها. إذا التركيز هنا على إيش؟ على التلوين. بعد ما لونتها صارت رائعة، هي كانت جيدة أصلا، لكن لما لونتها صارت واو. أيوة تفضلي. على المهارة. نعم على المهارة. واو واو، هذا رائع. ايش؟ ها؟ ايوه كمل الجملة. تحسن خطها، واو رائع، خطك تحسن. حتى الأشياء البسيطة، واو أكلت أكلك كله. هذا كل يوم نشوفه وكل يوم نمارسه. خلصت الصحن حقك ها؟ خلصت الصحن حقك كله. اوه اليوم ما عدمت ملابسك. اوه ممتاز. ينفع التعزيز على الاكل؟ ينفع التعزيز على الاكل؟ طبعا. انا ما فهمت السؤال. يعني واو خلصت اكلك؟ اذا هو ما يخلص اكله وانت هدفك انه يخلص وجبته اكيد ينفع. طبعا نحن في كل مره نختار سلوك ونشتغل عليه.
فإذا طفلك من الأساس ما يخلص فأنت تبي تحسني من هذا الأمر؟ ما يهمني تخلص الأمر الثاني، أقولها ما أو مثلا طفلك انتقائي بالأكل، ما ياكل كل شيء. أكلت شيء جديد بقول واو. ممكن أكلت شيء جديد، ممكن في أطفال ياكلون ملعقة ملعقتين بعدين يترك الباقي. بس اليوم أكلت أكثر من اليوم اللي قبله. فأكيد هذا الشيء بالنسبة لي إنجاز لطفلي، لأنه كل يوم ياكل ملعقتين لكن اليوم أكل مثلا 5 ملاعق. نعم. أو 6 ملاعق، هذا تغير في سلوك طفلي. إذا أنا أبغى اليوم جوعانة أكثر، ما أحس يعني أنا كل يوم عيالي يقومون يتركون الملاعق، اللي 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 خلص اللي يشبع يقوم يحمله. يعني ما أدري ما قد فكرت إني ما دقيقة، تفضلي. ايه فعلا هذه نقطه صراحه، اذا ما كان اتركه يعني ما انا ذكرها المكروه، لا ما ياكل ابدا، ما ياكل ابدا، وني اشجعه فعلا ممكن يبدا ياكل مع اخوانه نفس الوجبه. لا فيعتمد على حسب ايش سلوك الطفل. اذا الطفل من الاساس اكله قليل او ما ياكل او انتقائي بالاكل، هذه رغبته تضبط الطعم. ليش لا؟ انا اعلم ولا رائع جديد كذا بس هم بده يعطي فاست فود، يكون مسؤول عن هو هذه نعمه لازم يخلصها. بس اذا ما يشتهي اوكي حتى لو طيب هنا يعني الامر يتشعب. اولا انت اثرتي قضيه، ولكن الفكره انه هذا السلوك اذا كان بالنسبه لك لا قيمه له عادي خلاص، اذا ما هي مشكله. طيب قد يكون لدى البعض الاخر مشكله، فلذلك البعض الآخر ينظر له بشكل مختلف. زي ما قلنا مثلا تفريش الأسنان، إذا ابنك كل يوم يفرش أسنانه أنت بالنسبة لك عادي، فرش ما فرش، بس الثانيين إذا ما فرش صار مشكلة. الآن هو هل هو قاعد يفقد مهارة ولا هو يعني صار مهمل بشكل ما؟ طيب فهنا في 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 أشياء قاعدة تصير تستدعي الانتباه. فالفكرة الرئيسية أني هل هذا السلوك أنا أبغى أعززه؟ نعم، إذا نشتغل عليه مدح وإطراء وتشجيع واهتمام. إذا ما يفرق معايا ما بدي أعززه خلاص. طيب حتى لو كان وجبة، تجنب المدح والذم في وقت واحد. تقريبا بدأنا ننتهي لنا الآن. إيش رأيكم في المدح والذم في وقت واحد؟ يمسح الذم يمسح المدح، يعني ترفعه وتتبجبه. ليش ما نقول الذم أول بعدين؟ ليش ما نقول الذم أول؟ إذا أعطيتي الذم ثم زعل ما راح يتقبل الملح. هل هو مدح؟ هل هو إيش؟ يعني هل تقصد المدح والذم يعني في لحظة واحدة أو تقصد المدح مع النقد البسيط؟ المدح والذم في نقد غير الذم. أيوة النقد غير الذم. يعني أنا الفكرة إنك طالما إنك تبي تمدحه أمدحه، لا تخرب لحظة الاستمتاع بالمدح. أمدحه في لحظة، خلي الذم والنقد لوقت آخر. طيب خليه يعيش حياة يعني لحظة المدح هذه بكامل جوانبها عشان يربطها مع السلوك اللي أنت مدحته عشانه. وهذا اللي النقطة، هذه النقطة اللي هنا شوف. نادى بنته جات على الطاولة مباشرة فقال لها شكرا انك جيتي لانه امك نادتك على الاكل، لكن ليش ما تسوي هذا في كل مرة؟ ليه امس ما جيتي؟ ليه بكرة ما تجي؟ يعني الان طب خلاص انا جيت وانتهينا. الطفل ما راح يقدر يستوعب الامر، يعني خلاص انا جيت الان ايش داعي تذكرني باللي صار امس؟ خلاص امس انتهى. انا ولدي يقول لي كذا مثلا. طيب امس يوم حسن، ها امس كان خطك مو حلو اليوم تحسن، ليش ترجعي لي امس؟ عشان احس بالفرق. طب انت امس ما مدحتي، انت امس ما مدحتي الخط المو حلو، فلما اليوم مدحتي ليه تذكرينه بامس؟ انت امس ما اعطيتي ثناء على خطه. بس هو يقدر يربط، هو في باله يستطيع ان يربط هذا. هو عارف انه اليوم كان افضل من امس لانه اليوم انت مدحتي لكن امس انت ما مدحتي. ايوه تفضلي. عشان ما يزعل من الذم بزيادة، بمعنى ما فهمت. يعني مثلا
زي ما يقولون ساندويتش تكنيك، تعطيه مدحه وذمه في نفس الوقت عشان ما يزعل من الذنب زياده، عشان يعرف انه هو كويس. اوكي. ما اعرف بصراحه اذا كان هذا الامر، اذا كان هذا الامر هو العمر دائما عامل اساسي، العمر دائما عامل اساسي. يعني اذا ما غسل يده او اذا جات على الطفله جات على الوجبه بدون ما تغسل يدها اقول لها روحي غسل يدك، بس لما تجي شكرا انك جيتي من اول مره وشكرا انك استجبتي وغسلتي يدك. انت الان سويتي حاجتين، امك نادتك وجيتي على طول، وانا طلبت منك تغسل يدك وغسلتيها، ليش انتقد في هذه اللحظه بالذات؟ خلي الانتقاد على جنب. هو ادى اللي عليه، اذا ادى اللي عليه خلاص انتهينا. اي ما في نفع، ما في، هذا نوع من انواع الانتقام النفسي يعني، انا اعتبره صراحه. في حرب نفسي ابغى اطلع. وما هي مساله، عشان كذا اقول لك الحره مو وقتها الحين. لا انا اتكلم عن نفس الاب والام. اي اذا راح سوى الشيء المطلوب بعدين رجع وقام ينقد مره ثانيه، هذه حره نفسيه ويطلع. لكن اذا هو ما كررها انا امدح عليه، اذا رفض انه يروح يغسل امدح عليه، لا ما امدح. صحيح. ووقتها الغلط يقول له غلط ولا متى سيتعلم؟ يعني ما عليك يعني العدل في المدح والعدل كذلك في الذم. لا ليس المقصود الذنب هو التشفي، يعني انا ودي اغير كلمه الذنب. لم لو خرج لو المساله صارت تشفي خرجنا. هذه المشكله. خرجنا ابدا، خرجنا عن اطار التربيه الناجحه. الآن صار تشفي، صار انتقام، صار شيء آخر. في نقطة احنا لازم نركز عليها، احنا ايش هدفنا من الجملة هذه؟ انت لازم تستهدف سلوك واحد لما تيجي تمدح. فاحنا الآن لما قلنا شكرا انه انت جيتي جهزتي الطاولة مع امك، هذا السلوك اللي انت مستهدفه. السلوك اللي ذميته سلوك آخر، ليه تدخله وقت السلوك هذا؟ احنا دائما نستهدف سلوك واحد في نفس اللحظة، ما استهدف سلوكين، واحد امدحه والثاني اذمه. فاحنا بالتالي لازم نحدد السلوكيات من البدايه، لازم احنا نكون واضحين عشان نعرف احنا نمشي على ايش. هو صحيح مثلا لو طلبت منه يروح يغسل يدي رفض غسل يدي، ايوه اوكي، الان هذا السلوك هو واحد، أوكي. لا حصل لا مدح ولا حصل ايش، اوكي، ولا ايش المطلوب مني؟ قصدك كيف اعلمه مهاره انه يتبع؟ اعلمه هذا شيء اخر، انا اتكلم الان كموقف انا كاب ولا ام. ايوه ايش المطلوب مني؟ ما سمع كلامك. انت اقول له هذا سلوك خطا، روح غسل يدي بعدين. ولا بس يعني بجرعات بسيطة أحيانا أو قضية إنه دائما يتعود على شيء معين، أنا أشوف هي حتى يكبر إذا وصل عمر 7 سنوات سيتعود على رتم معين حياتي لابد أن يصل إليه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم صلاة 7 واضربوا عليه 10، يعني 3 سنوات كفيلة جدا بأنه يحقق هذا المقصد. كذلك نفس الشيء، يعني ما دون 7 مسألة الذم ومسألة النقد هذا أنا أقول يعني محرم تربويا كوجه نظر، لكن ما بعد 7 هنا يبدا مساله قضيه انه لابد ان يدخل في غمار الحياه على حسب عمره. طيب احنا عندنا هنا مهاره اللي هي مهاره اتباع التعليمات، لما قلت لك في مهاره هنا مفقوده، لما قلت له روح غسل يدك وقال لك لا او ما راح غسل يده، فهنا في عندنا مهاره مفقوده من الاساس اللي هي مهاره اتباع التعليمات. فهنا انا احط خطتي لمهاره اتباع التعليمات، لانه انت لما أكيد هو ما رفض فقط أنه يغسل يده، في مهارات ثانية رفضها من قبل، طلبت منه طلبات أخرى وما سواها، هذا ما هو أول مرة. طيب هذا بالتأكيد أنه مرتبط بشيء أخرى. القانون في البيت. لا مو شرط، مو شرط، مو شرط القانون في البيت، خلينا نقول اتباع التعليمات الآن. الآن هذه الطفلة أمها كل مرة تناديها تحضر ما تجي، لكن هذه المرة جات من أول مرة، فأنا قاعد أمدح حضورها من أول مرة. صحيح. طب ليش أقول لها إيش رأيك تغسل يدك أول؟ أنا الآن مركز على هذا السلوك، إني أباها تجي الآن من أول مرة. فكرة تغسل يدها أو ما تغسل يدها هذا عمل آخر. ها؟ أيوة، أنا أركز على هدف واحد بس، في كل مرة أستهدف سلوك واحد، في كل مرة أستهدف سلوك واحد وأشتغل عليه. إذا والله كل مرة أنا ديناها من مرة واحدة جات ومدحناها 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 ثم نبدأ نباعد المديح شوية إلين خلاص صارت من ناديها تجي، ننتقل إلى السلوك الثاني حق غسيل اليدين. طيب أو ممكن ولا تخلط الأمور بتذكيرك لو بأعمال سابقة وسلوكيات غير جيدة. تفضلي. ممكن حتى لو أننا راح نعلم مهارتين بنفس اليوم،
لكن ما يكونون في نفس التوقيت، ما هو بنفس التوقيت الآن. فممكن أنا مثلاً أثناء الوجبة هي حضرت معاي الطاولة وجلست معاي، أنا أنتقل لمهارة ثانية أبي أعلمها إياها، مثلاً كيف تأكل، كيف تأكل بدون ما توسخ نفسها. إحنا ممكن نستعمل كذا مهارة، لكن ما هو في نفس الثانية ونفس التوقيت. وهل إذا مدحت هذا أمدح الثاني؟ لا، أنت ما تمدح السلوكين إلا إذا كانوا السلوكين يستحقون المدح. لا yeah. أقصد إذا كان مدأكم الطفل. أوكي. واحد ساعد أمه والثاني ما ساعد أمه. أوكي. يعني هل أمدح اللي ساعد يجي ذاك يقول طب وأنا؟ إذا سويت زيه أمشي. روح ساعدها وأمشي. طبعاً أنت ما راح تمدح اللي ما أظهر السلوك. ممكن تمدح على شيء آخر وسواه في نفس اللحظة. أوكي. لكن ما تمدح على شيء هو ما سواه. ما ساعد أمه. ما سوى. ما في سلوك أساساً أنا أمدح. هو يسوي نوع من أنواع الانتقام. لا هذا أمر آخر. طيب خلينا نسرع شوية لأنه ما عاد بقي وقت كثير. امدح وشجع مباشرة، قلنا إنه في نفس الوقت في نفس اللحظة، ما نأخر عشان لا يفقد تعزيز. لا تنتظر حتى ترمى القمامة، لكن مجرد إنه قام راح يرمي القمامة قل له شكرا. وأنا يعني مروا علي في العيادات مسألة رمي القمامة هذه أزمة عند بعض الآباء أو في بعض البيوت، مسألة رمي القمامة أزمة. فهم بمجرد ما يقومي بيرميها أدرك، يعني أدرس إيش معنى أدرس؟ يعني أمدح هذا العمل وانتبه له وركز على العمل حتى لو لسه ما ترمت القمامة. طيب نركز على العمل ليس على النتيجة أو الإنجاز. أوكي أتكلمنا عن هذا الأمر. استهدف عملا محددا تريد تعزيزه بناء على إمكانيات طفلك ووضعه. استهدف هذا العمل، خلصنا ننتقل إلى عمل آخر، خلصنا ننتقل إلى عمل آخر. قد نستهدف سلوكين في نفس الوقت، يعني مو أقصد يعني في مثلا في نفس اليوم مثلا ترتيب السرير والأكل النتيجة على طول، فترتيب السرير في وقته والأكل في وقته، لكن ما أخلط الأعمال إنه أغسل ولا ما أغسل في. طيب ذكر هنا إذا طفلك عنده فرط حركة وتشتت انتباه، في كل مرة ينتظر فيه دوره نمدح فيه، لأنه أطفال اللي عندهم تشتت انتباه وفرط حركة قد يجوا يصعب عليهم الانتظار في الدور. طيب وإذا كان طفلك عنيد فعليك أن تكون شديد الانتباه لكل مرة يستمع فيها لحديثك وينفذ ما يطلبه دون عناد عشان تمدحه عليه، وكل مرة يسمع نمدحه عليه. بديل يسويه هو ينتظر، واشجعه انه يسوي البديل لما يجده. انت ايش تبغي؟ تبي يسوي البديل ولا تبي ينتظر؟ تبي ينتظر صح؟ طب يطفش، نحن بنعلمه ما يطفش من الانتظار اساسا. تقرا لما يجي، اعطيها رسمه، اعطيها شيء لما يجده. كذا يعني ايش المفروض الواحد يسوي بهذه الحاله تحديدا؟ انا ابغى اركز على عمل واحد. تبيها تقرا ولا تبيها تنتظر؟ لا الحين هنا خاص، هي مثلا احنا في دار او رايحين مشوار بعيد ومره طويل عليها المشوار، فبقطع الوقت بالسياره، خاص حطت لها كم لعب بالسياره مثلا، او رايحين المستشفى عارفه انه بنستنى وقت طويل، اخليها تاخذ شيء. لا انتظار ترى طويل، خذي شيء مثلا. طيب ما في مشكله، انتظار الدور انتظار الدور أمر مختلف شوية. خلينا نقول طابور مثلا، وهي متعودة لما تيجي ما تبي توقف الطابور تدخل قدام الناس أو شيء زي كذا. طيب نحن بنعلمها انتظار الطابور، ففي كل مرة تنتظر حتى لو انتظرت شوية تشيدي بانتظارها. طيب عشان هي تربط الكلمات حقتك مع انتظارها، فنحن قاعدين نحسن من انتظار حتى لو ما في ملهيات. طيب طيب اللي بعدها، لا يجب أن يكون السلوك كاملا ليستحق التشجيع، لأنه دائما عندنا خطوات صغيرة شوي شوي لين ما يكتمل العمل. في أحد خرج صح؟ لا شوف الأم اللي طلعت عشان الظاهر أننا خلصنا. حفز طفلك لمدح وتشجيع نفسه وتشجيع الآخرين، يعني أعتقد أننا برضو تكلمنا في هذا الأمر كثيرا. يجب أن تشعر بالفخر لأنك قرأت هذا الكتاب لوحدك. امدح نفسك أو شوف أخوك إيش سوى، قل له كلمات تمدحه عشانها.
على الحاجة اللي هو سواها. مضاعفة الأثر، هذه آخر نقطة. لا يهم لو كان اهتمامك بطفلك ومدحه وتشجيعه مجرد إعطاء بضع دقائق من الاهتمام لهذا الطفل، حضن، ضمة، ابتسامة، كلمة حلوة، لعب، أيا يكن. لكن المسألة اللي أنت قاعد تشتغل عليها ما زالت مهمة، صعبة وشاقة وطويلة، وتحتاج إلى المثابرة وكثير من الجهد. لذلك لازم تستمتع بها، تستمتع بالشيء اللي أنت قاعد تسويه، لأنك عارف أنت قاعد تزرع في ابنك هذه الأمور، وإذا زرعت فيه بشكل جيد راح تحصد أنت ثمرتها لما يصير عمره 20 و30 سنة، وأنت عمرك 60 و70. الشيء اللي زرعته وهو طفل راح يطلع في ذاك الوقت لما أنت تكون ضعيف. طيب، فالعملية صعبة وشاقة وطويلة وتستحق العناء، تستحق العناء. طيب، وهي يعني عشان نضاعف الأثر لازم نعزز السلوك الجيد في كل مرة يقوم به الطفل. ولو كان هناك أبوين في العائلة، واحد يهدم واحد يبني، لازم يتفقوا، لازم نتفق على الأشياء اللي نبنيها مع بعض، ونتفق على الأشياء اللي نخمدها مع بعض، عشان لا يصير تناقض أو يصير في رسائل مزدوجة. الأم تقول روح يمين والأب يقول روح يسار. طيب، وكذلك يمكن أن تمدح طفلك حتى أمام الآخرين، خصوصا الكبار، أعمامه، أخواله، أخوانه الكبار إذا هو كان صغير. أحيانا بعض العوائل الولد الكبير مثلا راح، ولما رجع، لما يرجع والله فلان سوى كذا، فعل كذا، ترك كذا. هذا يساعد في مضاعفة الأثر اللي هو تعزيز السلوك الإيجابي. طيب، شكرا لحضوركم واستماعكم. إن شاء الله خلصنا على الوقت، ما تأخرنا عليكم، وهذا الوقت منكم وإليكم. مشاركاتكم اللي قاعدين تشاركوها مشاركات مثرية جدا، الجميع يستفيد منها، حتى أنا، وأنا معد هذا اللقاء والمعدين الآخرين، كلنا قاعدين نستفيد من الكلام اللي أنتوا قاعدين تقولونه. التسجيل، اللقاء هذا مسجل، الناس اللي راح تسمع راح تستفيد من هذا الكلام اللي أنتوا قاعدين تقولونه. شكرا لحضوركم. ما أعرف، كلمات الثناء لا توفيكم، لكن بنطلب منكم حاجة، إنكم من فضلكم ادخلوا على هذا الرابط وعبوا هذا الاستبيان. تعبئة الاستبيان تكون كأننا ما أخذنا أي شيء. طيب، يعني تخيل نفسك قبل أسبوعين لسه ما بدأنا، يعني المفروض إنه يعطى لكم من قبل، لكن صارت أمور يعني حالة إننا نرسل لكم هذا الاستبيان. فمن فضلكم عبوا الاستبيان كأنكم ما حضرتوا الدورة أبدا، يعني ما أخذتوا معلومات جديدة بالمعلومات السابقة، وثم في نهاية الدورة راح نرسل لكم نفس الاستبيان عشان تعبوا يعني زي قبل وبعد. نعم. طيب، أعطيكم العافية.